هنبدأ في المحاضرة الثانية من برضو اللي ليها علاقة بالفاينانشال ستيتمنت. احنا خدنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن البالانس شيت. الحقيقة لو بنتكلم على الميزانية العمومية أو بنتكلم عن البالانس شيت بنفتكر الفاينانشال ايكويشن اللي احنا خدناها في الجامعة اللي هي الأسيتس إيكوال لايبيليتي بلس أونرز إيكوتي. فاحنا قبل ما ندخل كده على الانكم ستيتمنت لأنها مهمة تعالوا نفتكر مع بعض المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة اللي فاتت احنا اتكلمنا شوية كلام نظري عن أهمية القواعد المالية بالنسبة لمستخدمي القواعد المالية. اتكلمنا عن مين هم مستخدمين القواعد المالية سواء كانوا internal user أو external users أو users with direct interest أو user with indirect interest. عرفنا اليوزرز عشان نعرف النيتس بتاعتهم. فبدأنا نتكلم عن الاحتياجات. بدأنا نتكلم عن احتياجات اليوزرز هم محتاجين ايه القواعد المالية. خرجنا من القصة دي بدأنا نقول ايه هي القواعد المالية. اتكلمنا عن البالانس شيت المرة اللي فاتت. البالانس شيت قلنا هي بتخضع الى يعني لو اتكلمنا عن البالانس شيت اللي هي فيها اسيتس لايبيليتي اونرز ايكوتي هي دي الفاينانشال ايكويشن ان الاسيتس ماست بي ايكوال ايه اللايبيليتي والاونرز ايكوتي. احنا كده يا جماعه بنتكلم من وجهه نظر الاكاونتنج من وجهه نظر اللي ايه الاكاونتنج. لكن لو احنا بنتكلم من وجهه نظر فاينانس ده اسمه الكابيتال استراكشر بتاعه. ده اسمه ايه الكابيتال استراكشر. ازاي نعمل فاينانسنج للاسيتس من خلال يا اما خدت دين يا اما ايه زودت الاسهم بتاعت الشركه وبناء عليها اترجم كل ده الى اصول. يبقى البالانس شيت زي ما خدنا المره اللي فاتت بتخضع الى الفاينانشال ايكويشن او بتخضع للايكويشن. الانكم ستيتمنت ليها ايكويشن ثانيه. الانكم ستيتمنت ليها ايكويشن ثانيه. بصوا هقول لكم الهيستوري اللي خلانا نعمل قائمه اسمها الانكم ستيتمنت. احنا لو خدنا يا جماعه الايكويشن دي قلنا اسيتس equal liability plus owner's equity. دي الايكويشن بتاعت الفاينانس. ايه في الاسيتس؟ current assets و non current assets زي ايه؟ cash و receivable و inventory و mail و صح؟ و fixed assets و اراضي ومباني وعقار كل حاجه. دي اسمها assets. يعني انا لو شلت كلمه assets دي وحطيت cash account receivable inventory وهكذا ينفع اشيل دي واخليها كده؟ اه هنشيل كلمه assets ونقول cash receivable inventory وكل الاصول equal liability زي owner's equity. طب انا ينفع اشيل ال liability واحط مكانها ال account payable وال notes payable وال accrual والحاجات دي؟ اه ينفع شيل ال liability واحط مكانها الحسابات دي. طب الاونرز ايكوتي بقى قصتها ايه؟ الاونرز ايكوتي عباره عن ايه؟ او الحقوق اللي المساهمين او الريزيدوال انكم او الريزيدوال فاليو. يعني ايه الريزيدوال فاليو؟ بعد ما اطرح الاسيتس كلها من اللايبيلتي يتبقى عندي هي القيمه المتبقيه اللي بنقول عليها الريزيدوال فاليو. اتفقنا؟ طب الاونرز ايكوتي دي ينفع اشطبها واحط محتوياتها؟ اه. طب في محتوياتها حاجات بتزود الاونرز ايكوتي وفي محتوياتها حاجات بتقلل الاونرز ايكوتي. قال لك حط اللي بيزود الاونرز ايكوتي وعكسها اللي بايه؟ اللي بيقللها في باشاره مختلفه. يعني مثلا الكابيتال راس المال ده بيزود حقوق الملكيه بيزود حقوق الملاك الشركه يبقى الكابيتال راس المال يعتبر الاونرز ايكوتي. وايه كمان؟ طب الاونرز عملوا ويزدرور يعني خدوا فلوس شخصيه دي تقلل حقوق ملكيتهم فين؟ جوه الشركه. كان لهم فلوس وخدوها. اه يبقى الويزدرور لو فتحنا هنا كده قوس ده كده بين قوسين وده بين قوسين كده. الكابيتال ناقص الاونرز ويزدرور. الويزدرور دوت يقلل حقوق الملكيه فين؟ في الاونرز ايكوتي. طب ما لو الشركه عملت ايرادات ده يزود حقوق الملكيه لان صاحب الشركه ده ايه؟ ليه راس ماله وليه نصيبه في اعاده تقييم الاصول. ولو الشركه عملت ايرادات
فلوسه بتزيد في الشركه، ما يعني دي فلوسي، ولو دفعت مصروفات فلوسه بتقل في الشركه. فالطبيعي يا جماعه زمان كانت الفاينانشال ايكويشن بتكون كده، زائد الريفينيو ناقص الاكسبنس. واضح؟ يعني الطبيعي ان هي زائد الريفينيو ناقص الاكسبنس. طيب احنا المفروض ان كل حساب عندنا في الاكونتنج يخضع للايه؟ للايكويشن دي. عايزين نفتح عملة يبقى ده اسيتس، يبقى افتح تي اكونت للكاش، تي اكونت للريسيفبل، تي اكونت للانفنتوري، وهكذا البيبل، وكل واحد فيهم لازم يكون له عندي كاش في حسابي. كل واحد من دول لازم يكون له عندي تي اكونت. صرفنا قد ايه؟ هنا. ايراداتنا قد ايه؟ هنا. صحاب الشركه عملوا وزدروين قد ايه؟ سحبوا فلوس شخصيه قد ايه؟ هنا. الكابيتال بتاع راس المال اللي حطوه قد ايه؟ هنا. كل ده كده بيمثل حقوق الملكيه. كل ده كده بيمثل ايه؟ حقوق الملكيه. طبقا لقاعده الديبت كريدت، الاسيتس دي المفروض ايه؟ ديبت. يعني الشروط الطبيعيه انها ايه؟ مدينه. النورمال بنسميها يا جماعه كام ده؟ نورمال اكونت او نورمال بالانس. النورمال بالانس بتاع الاسيتس ان هو ايه؟ ديبت. يعني النورمال بالانس بتاع الاسيتس ان هو ديبت. صح؟ طب النورمال بالانس بتاع اللايبيليتي؟ كريدت. ليه؟ لان هو في الجانب الكريدت للايه؟ للبالانس شيت. النورمال بالانس بتاع الاونرز ايكوتي ايه؟ كريدت. ليه؟ لان موجود فين الاونرز ايكوتي؟ في الجانب الكريدت للايه؟ للبالانس شيت. واضحه كده؟ عشان لو فهمنا دي الانكم ستيتمنت هنفهم الصوره دي. طيب ده معناه ان الحساب اي يكون في الدنيا اتليست تو سايد، وان ديبت اند وان كريدت، صح؟ يعني عشان تعمل اي كود في الكون اتليست لازم يكون بيتكون من طرفين، طرف ديبت وطرف كريدت. ممكن طرفين ديبت وطرف كريدت، او طرف ديبت وطرفين كريدت، بس اتليست ايه؟ وان ديبت اند وان كريدت سايد. ده يعمل لي ايه؟ جورنال انتري. اتفقنا؟ اي كود في الدنيا يخلي الاسيتس طبقا لطبيعته يبقى بيزوده. يعني لو قلت من حساب الاصول، هي الاصول طبيعتها ايه؟ مدينه، وانت قلت من حساب الاصول فانت كده جبتها مع طبيعتها، يبقى انت ايه؟ زودت الاصول. طب لو قلت الى حساب اللايبيليتي، اللايبيليتي طبيعتها ايه؟ كريدت، فالى حساب اللايبيليتي يبقى انت عملت ايه؟ زودت اللايبيليتي. يبقى الزياده مش اني عملت ديبت ولا كريدت، عشان في ناس متلخبطه في قاعده الديبت كريدت دي. زياده الحساب انك تحطه في طبيعته، يعني تخليه مع اشارته. لو اللايبيليتي طبيعتها كريدت، كل حاجه هنا في الجنب ده عملته كريدت يزوده. لانها ايه؟ بحطه في اتجاه في الدايركشن بتاع النورمال بالانس بتاعه او النورمال اكونت بتاعه. يبقى الموردين الطبيعي ان هو ايه؟ النورمال بالانس بتاعه ان هو كريدت. الاونرز ايكوتي كريدت، الاونرز ايكوتي از اونرز ايكوتي اكونت. لسه هنخش في التفاصيل. اتفقنا؟ اللايبيليتي كريدت، طبيعتها كريدت. عشان كده البيجيننج بالانس بتاعنا دايما، البيجيننج بالانس اللي هنا في الاسيتس نحط البيجيننج بالانس هنا في الديبت. البيجيننج بالانس احنا بنروحها ميزانيه بنحطها في الديبت لاي حاجه في الاصول. طب في اللايبيليتي تلاقي البيجيننج بالانس في الجانب الثاني، لان النورمال بالانس بتاعها فين؟ كريدت. واضحه يا جماعه دي؟ واضحه من دي؟ يبقى الاسيتس واللايبيليتي ما فيهمش اكسبشن في القاعده دي. يعني ايه؟ كل ما هو اسيتس هو النورمال بالانس بتاعه ديبت، كل ما هو لايبيليتي النورمال بالانس بتاعه كريدت. عشان كده لما بنروحها من سنه لسنه ونروح نشوف الاندنج بالانس والبيجيننج بالانس، بتلاقي الاسيتس البيجيننج بالانس كلها بادئه من الديبت، وتلاقي لايبيليتي البيجيننج بالانس بادئه منين؟ من الكريدت. عايز تزود اللايبيليتي خليها كريدت. ليه؟ يبقى لما تقول اي كريدت مثلا ديبت الانفنتوري، كريدت الاكونت بيرل. الاكونت بيبل طب هي ايه اصلا؟ لايبيليتي اللي هي طبيعتها ايه؟ كريدت. وانا هنا عملتها ايه؟ كريدت. يبقى هي ماشيه مع طبيعتها. يبقى انا زودت لايبيليتي ولا قللتها؟ زودتها، لاني عملت الحساب في الدايركشن بتاع الايه؟ النمبر بالانس بتاعه. واضحه يا جماعه دي؟ طيب الاونرز ايكوتي بقى فيها قصه كده. خلاص الاسيتس واللايبيليتي ما فيهمش اي اكسبشن. بيقول لك الاونرز ايكوتي كتوتال طبيعتها ايه؟ كريدت. يسري عليها ما يسري مع اللايبيليتي. لكن لو دخلنا جواها في حاجات بتزود الاونرز ايكوتي تمشي مع طبيعتها، وحاجات بتقللها تبقى عكس طبيعتها. فتلاقي ايه الكابيتال ده بيزود اللايبيليتي ولا بيزود الاونرز ايكوتي ولا بيقللها؟
بيزودها، يبقى طبيعته كريدت. البيجيننج بتاعها دايما البيجيننج والاند يكون كريدت، ده النورمال بالانس بتاعه. طيب يبقى خلي بالك هنا ده اسمه النورمال بالانس. طيب الاونرز ويزدروين ده بيزود الاونرز ايكوتي ولا بيقللها؟ بيقللها، يبقى هو عكس اشارتها. لو هي اشارتها كريدت يبقى ده اشارته ايه؟ ديبت. يبقى ده هتلاقي البيجيننج بالانس بتاعه هنا. يبقى الويزدروينج عكس جوه الاونرز ايكوتي عكس الاشاره بتاعتها. طيب الريفينيو طبيعتها دي بتزود ولا بتقلل؟ بتزود، يبقى عشان كده تلاقي الريفينيو دايما ايه؟ طبيعتها كريدت. صح كده؟ عشان كده دايما لما نعوز نزود ايراداتنا بنقول ايه؟ الى حساب السيلز ريفينيو. بقول ديبت الاكونت ريسيفبل كريدت السيلز ريفينيو. انا كده زودت ايرادات ولا قللتها؟ زودتها رغم اني عملتها كريدت. ليه؟ لان النورمال بالانس بتاعها كريدت. واضحه؟ طيب الاكسبنس طبيعتها ديبت. ليه؟ لانها عكس اشارتها جوه الايه؟ الاونرز ايكوتي. يبقى الطبيعه بتاعتها انها ديبت. بيجيننج بالانس بتاعها دايما بيجي ديبت. واضحه يا جماعه؟ واضحه كده فكره الديبت كريدت جت ازاي؟ دي الحته اللي انا كنت عايز اقولها لكم المحاضره اللي فاتت في الميزانيه. بس عملنا ايه؟ قلنا هي الريفينيو نايس الاكسبنس دي بتساوي ايه؟ يعني الايرادات نايس المصاريف يطلع لي داخل ايه؟ يا نت انكم يا نت لوس. يعني هيطلع لي هنا هنقول نت انكم. لو انت طرحت ايراداتك نايس مصاريفك يديك ايه؟ نت انكم. فقال لك ايه في المحاسبه يعني؟ ينفع ناخد الحسابين دول في قائمه نسميها الانكم ستيتمنت وناخد النت انكم كرقم واحد نحطه هنا بدل ما نقعد نحط ايرادات ومصروفات على حساب الاونرز ايكوتي. ما ناخد الحسابين دول لوحدهم بره في قائمه بنسميها الانكم ستيتمنت نحط فيها الايرادات والمصروفات والنت انكم الريزلت اللي يطلع منها يوديه فين؟ في الاونرز ايكوتي. واضحه يا جماعه؟ ففعلا ده اللي حصل. خدنا الريفينيو والاكسبنس حطيناهم في القائمه بتاعتنا النهارده اللي اسمها ايه؟ انكم ستيتمنت. حطينا فيها كل ايراداتنا ومصروفاتنا وخدنا النت انكم او لوس وحطيناهم كرقم واحد فين؟ في الاونرز ايكوتي. فبقت الاونرز ايكوتي كابيتال ناقص وذدرول زائد او ناقص الايه؟ النت انكم او لوس. عرفنا القصه جت منين الاول؟ طيب يبقى عندنا كده قايمه بنستعيد بيها عن الحسابين دول جوه الاونرز ايكوتي بقى. بس احنا حطيناهم في الاول عشان نفهم قاعده الديبت كريدت مع بعض. اتفقنا؟ هناخد الاثنين دول ونعمل بيهم قايمه اسمها الانكم ستيتمنت. هنعمل قايمة اسمها قايمة الايه؟ الانكم ستيتمنت. فيها ايه؟ فيها كل ايراداتك ومصروفاتك. وبدل ما تحط هنا ايراداتك ومصروفاتك جوه الاونرز ايكوتي في الايكويشن ديت، حط لي رقم واحد اسمه يا نيت انكم يا نيت لوس. واضحة يا جماعة؟ هنحط يا نيت انكم يا نيت لوس. طيب بقت كده المعادلة بتاعت أو الايكويشن بتاعت الانكم ستيتمنت ايه؟ ما بقى احنا هنا دي الايكويشن بتاعت البالانس شيت. والله الايكويشن بتاعت الانكم ستيتمنت عادي، ريفينيو ناقص اكسبنس زائد جين ناقص لوس هيساوي يا اما نت انكم او نت لوس. ببساطه شديده نت انكم او نت لوس. يبقى انا عندي ايكويشن البالانس شيت هي دي اللي فهمتنا قاعده الديبت كريدت، وعندي ايكويشن للانكم ستيتمنت هي دي اللي طلعت لي النت انكم. اتفقنا يا جماعه؟ الانكم ستيتمنت عدت بقى بمراحل كتير قوي. عدد المراحل كتير قوي. هو ايه الفرق بين الجين هنتكلم عنهم واحنا بنشرح كل بنود الانكم ستيتمنت. بيقول لك ايه الفرق بين الجين والريفينيو؟ حد يعرف يجاوب على السؤال ده؟ احنا عندنا دلوقتي ايه الفرق ما بين الجين والريفينيو؟ وايه الفرق طيب ما بين الاكسبنس واللوس؟ تعال نجاوب على السؤال ده. احنا كده كده هنقراها كمان شويه بس تعال نجاوب على كمان. اتفضل. احنا قلنا الريفينيو اي حاجه متعلقه بالعمليه التجاريه بالنشاط اللي انا عايزه. صح. الجين اثر ريفينيو، يعني مثلا انا شغال النهارده ببيع ورق حائط، جت لي حته ارض خدتها وانا مش بتاع اراضي خدتها وبعتها فده جين اثر ريفينيو. تمام. اللوس والاكسبنس. الاكسبنس اي حاجه ليها علاقه بمشروع زي كوست اوف جود سولد مثلا، اللوس او الويج او السلام. اللوس اي حاجه فوق طبيعيه، يعني مثلا زي كده مالهاش علاقه بالنشاط. حصل بالنسبه لي مثلا خسرت اشتريته الكمبيوتر اتكسر فجبت واحد غيره، اي حاجه غير طبيعيه في النشاط سببت لي خسائر دي بالنسبه لي. بص
بدل هي ايه؟ انا مش بحكم بتروح وبتاع وباين هنا، انا في الاخر جالي خسائر بس مش من النشاط الرئيسي. مش من النشاط الرئيسي. حد رفع عليا قضيه عماليه مثلا وخد مني تعويض، دي بالنسبه لي خساره. لان انا خالفت نص، اي نص هي ملهاش علاقه بالنورمال كورس اوف بزنس. اختلفنا يا محمد. بالنسبه للاهلاك اللي مش هحطه مع نشاط. اه طبعا طبعا نشاط. هو الاساس ينفع، هو ينفع نشاط يمشي من غير اصول واصوله؟ يعني ينفع الغرفه دي ناخد فيها كورس من غير تكييف؟ لا، الاسس ليها علاقه بالنشاط طبعا. مكمل البروجيكتور ده اسس، البورد دي الحاجات دي اسس. ينفع مكان زي ده يقوم من غير الكلام ده؟ لا، دي ادوات، دي اصول عشان النشاط ايه يجرم. طيب الانكم ستيتمنت ده ايه قصتها؟ مشيت بمراحل كتير قوي. طيب الريفينيو والاكسبنس، نحط الريفينيو مع الجين لوحده والاكسبنس مع اللص لوحدها في كاتيجوري يعني، ولا نحط الريفينيو بعد كده الاكسبنس بتاعته بعد كده الجين وبعد كده اللص؟ نرتب القوائم من ازاي؟ قال لك عندنا تو ابروتش للانكم ستيتمنت، عندنا تو ابروتش للانكم ستيتمنت. ابروتش نمبر 1 انك تعمل سنجل ستيب، انك تحط سنجل ستيب يعني ايه؟ كاتيجوري لكل الايرادات والجين تجمعهم على بعض، وكل الاكسبنس تجمعهم على بعض، واللص وتطلع هيكون بعد يديك النت انكم او لص. دي بنسميها ايه؟ سنجل ستيب. الطريقه الثانيه في الانكم ستيتمنت اسمها مالتي ستيب. يعني ايه مالتي ستيب؟ يعني خطوات. يعني تقول سيلز ريفينيو ناقص كوست اوف جود سول يديني جروس بروفيت، ادي اول خطوه فيها لايرز بجمع واطرح كتير، وبعد كده ناقص الاوبريتنج اكسبنس يديني الاوبريتنج انكم، وبعد كده ناقص النون اوبريتنج اكسبنس، وهكذا. بنمشي الخطوات، اتفقنا؟ ودي الاشهر ودي الاكثر استخداما، ان كل الناس بتعمل الانكم ستيتمنت بتاعتها مالتي ستيب. الفكره في ايه؟ الفكره ان المعايير دلوقتي بتتكلم عن الانكم ستيتمنت الشامله. حتى في المعايير المصريه لما سموها قال لك قائمه الدخل الشامله، بالمناسبه المعايير دي لسه متطبقه السنه دي. يعني لسه معايير المحاسبه الجديده في مصر بتطبيق قائمه الدخل الشامله اللي احنا هنشرحها النهارده لسه متطبقه السنه دي. ايه قائمه الدخل الشامله دي؟ احنا بنسميها الكومبريهنسيف انكم. ما هي كومبريهنسيف يعني ايه؟ يعني شامله. احنا بنسميها كومبريهنسيف انكم. بس احنا بما ان احنا بنتكلم عن شهاده امريكيه فعندنا كده جزء زياده هنتكلم عنه في الانكم ستيتمنت قبل الايه؟ قائمه الدخل الشامله دي. بعد ما بنطلع النت انكم الطبيعي بتاعنا عندنا ثلاثه كاتيجوري في الانكم ستيتمنت بيتحطوا مع الانكم ستيتمنت عشان نعمل القائمه اللي هي ايه؟ شامله دي. بس احنا بنشتغل مالتي ستيب، يعني بنشتغل قائمه الدخل بايه؟ بالخطوات. عندنا الاوبريتنج انكم الطبيعيه جدا اللي هو النت انكم العادي اللي هي كل الناس عارفينه، ايرادات ناقص مصاريف يديني النت انكم. بس بيقول لك ايه؟ تحت النت انكم ده ممكن تعمل حاجه اسمها ديسكونتينيود اوبريشن. فدي اول كاتيجوري تاني. فبيقول لك لو انت عندك نشاط ديسكونتينيو مش هيستمر، لازم تفصل ايراداته ومصروفاته تحت النت انكم الطبيعيه دي. يبقى انت عندك انكم ستيتمنت حطيت تحتها ايه؟ ديسكونتينيود اوبريشن، وعندك كمان اكسترا اوردينري ايتم، هنتكلم عن كل الكلام ده حالا بالتفصيل، تحطها لي كمان تحتها. وعندك الاذر كومبريهنسيف انكم اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي هي ايه؟ الدخل اللي هي ما تحطهاش فوق مع الانكم ستيتمنت الطبيعيه. ايه الحكمه يا جماعه من كده؟ الحكمه من كده ان احنا عندنا مبدا في المحاسبه وعندنا اسامبشن في المحاسبه. يعني احنا شغالين يا جماعه المعايير بتاعتنا اتبنت على مجموعه من البرنسبل والاسامبشن. عندي حاجه اسمها الجول كونسيبت، مبدا الاستمراريه. فالطبيعي ان القوائم الماليه ديت لانها هتتقارن السنه الجايه بارقام السنه الجايه، فلازم نكون حاطين فيها ايرادات ومصروفات واصول والى اخره تديني الاستمراريه. عشان لما اقارن السنه الجايه في السنه دي، يعني يقول لك ايه؟ ايراداتنا السنه دي مليون، السنه دي كانت 200,000. او ايه ده؟ ايه ده فرق كبير قوي؟ ليه جاي الفرق ده؟ او السنه اللي فاتت كانت مليون، السنه دي 200,000، ايه ده؟ ليه انخفضت ايراداتنا قوي كده؟ الاسئله ديت يبقى لازم القوائم الماليه تعبر عن ايه؟ وتريفليكت ايه اللي حصل في القوائم الماليه الفتره اللي فاتت خلتها كده. نقول ده احنا كان عندنا فرعين وقفلناهم. طب ما دي ديسكونتينيود اوبريشن. دي اوبريشن هتقفل. كان الطبيعي ان انا ما احطهاش في النت انكم الطبيعيه او ما احطهاش في البرزنتيشن الطبيعيه. احنا بنتكلم عن المعايير الامريكيه لان المعايير الدوليه او المصريه او السعوديه او اي معايير اختلفت. احنا بنطبق المعايير الدوليه. اختلفت شويه على الثلاثه كاتيجوري دول. يبقى احنا دلوقتي هناخد انكم ستيتمنت ايه؟ النت انكم تحتيه ديسكونتينيود اوبريشن، تحتيه اكسترا اوردينري ايتم، تحتيه اذر كومبريهنسيف.
كده انت عملت قائمه الدخل الشامله من وجهه نظر الجياب او المعايير الامريكيه. لكن الحقيقه المعايير الدوليه اللي احنا بنطبقها ما اختلفتش كتير عن اللي انا قلته ده زي ما هنشوف دلوقتي. المعايير الدوليه اللي احنا بنطبقها ما اختلفتش كتير عن اللي احنا بنقوله ده. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد بعد ما فهمنا قاعده الديبت كريدت وفهمنا قاعده الانكم ستيتمنت قصتها ايه؟ هنبدا ناخد بقى شكل القايمه الانكم ستيتمنت. وهنفتح الكتاب على طول صفحه الانكم ستيتمنت صفحه 15. الانكم ستيتمنت عندنا في كتاب السي ام اي برضه صفحه كام؟ 15. هنتكلم عنه نشوف ايه المقدمه اللي بيكلمني عنها في الانكم ستيتمنت، وبعد كده نبدا نشوف الكلام ده وناخد القايمه اللي موجوده في الكتاب. ناخد القايمه اللي موجوده في الكتاب على سبيل المثال ونشرح بيها عشان يعني مش هيكون في مساحه وجهد كافيه نكتب فيها كل الكلام ده. انكم ستيتمنت بيقول لك ايه يعني انكم ستيتمنت؟ بيقول لك ذا انكم ستيتمنت ريبورت ذا ريزلت اوف ذا انتيتي اوبريشن اوفر ذا بيريد اوف تايم such as a. يبقى أول ملحوظة حط خط تحت كلمة such as a. يبقى الانكم ستيتمنت بتعبر عن إيرادات الشركة ومصروفاتها خلال فترة مالية. ده فرق جوهري بينها وبين البالانس شيت. البالانس شيت بيديك أرصدة في تاريخ محدد at a moment of time at a moment of time. لكن الانكم ستيتمنت بتديك ايرادات الشركه ومصروفاتها والجين واللص واي حاجه اتكلمنا عنها في الكاتيجوريز اللي احنا قلناها ديت خلال ايه؟ فتره محدده. تمام؟ وادي الانكم ايكويشن. ايه هي الانكم ايكويشن؟ ان الانكم بيساوي النت انكم او اللص بيساوي ريفينيو زائد جين ناقص اكسبنس ناقص لص. وخلي بالك ما تنساش واحنا بنشتغل ان مصدر القصه كان الاساسي ايه؟ في الاونرز ايكوتي. مصدر القصه كان في الاساس ايه؟ الاونرز ايكوتي. طيب بيشرح لك وبيقول لك ذا فولوينج ار ذا ايلمنتس اوف انكم ستيتمنت. تعالوا نشرح يعني ايه انكم ستيتمنت. فبيتكلم على اول بند فيها اللي هو الايه؟ الريفينيو. يعني ايه الريفينيو؟ قال لك ار ان فلو. ده الايه؟ ما هو الكاش فلو يا اما كاش ان يا اما كاش اوت. فالكاش ان بنسميها ان فلو، الكاش اوت بنسميها ايه؟ اوت فلو. فبيقول لك ده الان فلو اور اذر انهانسمنت اوف اسيتس اور سيتلمنت اوف لايبيليتي اور بوث او الاثنين مع بعض. فروم ديليفرينج اور بريديوسينج جودز او بروفايدينج سيرفيس اور اذر اكتيفيتي ذات كواليفايد از ان جوينج ميجور اور سنترال اوبريشن. حط خط تحت كلمه سنترال اوبريشن. يبقى الانكم ستيتمنت عشان تقول ان البند ده انا هعتبره ريفينيو لازم يكون جاي منين؟ من السنترال اوبريشن، يعني الاوبريشن الطبيعيه. دي كده معنى كلمه ريفينيو. يبقى الريفينيو هو الانفلو اللي جه الشركه او اللي هيجي الشركه نتيجه ايه؟ السنترال اوبريشن. شركه عقارات يبقى كل الفلوس اللي جات لها نتيجه شغلها في العقارات ريفينيو. طب وهي بتعمل عقارات كده كان عندها موتوسيكل قديم باعته وكسبت فيه، ده جيم لان هي مش بتاعت موتوسيكلات. واضحه يا جماعه الفرق بين الاثنين؟ واضحه؟ طيب الجين بيقول لك انكريز ان ايكوتي اور نت اسيتس اذر ذان فروم ريفينيو. اي حاجه جايه اي انكريز في الاسيتس بس ما جاش من ايه؟ من ريفينيو اور انفستمنت باي اونر. واضحه؟ يبقى الجيم زي ما قلنا ان هي مالهاش علاقه، اي حاجه كانت زودت الاصول بس ايه؟ لا الاونر ادوها لنا ولا هي جت منين؟ من ايراد. يعني كل انفلو ما جاش من الاونر وما جاش من الايرادات ده بالنسبه لي هيكون ايه؟ جيم. انكريز الايكوتي يعني حاجه زودت الايكوتي او النت اسيتس. ما هي الايكوتي يا جماعه احنا بنسميها نت اسيتس. ما هي نت اسيتس. الايكوتي دي بنسميها نت اسيتس. لو طلعت الاسيتس ناقص اللايبيلتي يديك ايه؟ نت اسيتس. يبقى لفظ كلمه نت اسيتس هي الاسيتس ناقص الايه؟ اللايبيلتي اللي عليها ده اسمها نت اسيتس. الاكسبنس قال لك اوت فلو. الاكسبنس هو ايه؟ ار اوت فلو اور اذر يوزج اور اذر يوزج اوف اسيتس اور انكيرنس اوف لايبيلتي اور بوث from delivering or producing goods أو providing service أو other activity
that qualified as ongoing majors. حط خط تحت كلمه الميجور والسنترال اوبريشن. يبقى ايه يا جماعه الكي وورد بتاعتي في اللي احنا قلناه ده؟ ان الريفينيو والاكسبنس هي المصروفات والايرادات الحقيقيه للشركه اللي بتتطابق وتتناسب تماما مع طبيعه الايه؟ النشاط بتاعها. فاهم يا شباب؟ الفرق بين الاكسبنس والكوست. الاكسبنس والايه؟ الكوست. الاثنين بالاجماع. انا دلوقتي عندي اكسبنس. صرفت انا دفعت اكسبنس منها تكاليف ومنها مصاريف ايجار ومنها مرتبات ومنها اي اوت فلو مني يطلق عليه اكسبنس ولا لوس قلنا على حسب الكيس بتاعي. فالكوست اوف جود سولد فلوس صرفتها، الرنت فلوس صرفتها، السالاريز فلوس صرفتها، لكن خسائر لا دي تعرضت لخساره بره النشاط وبره النشاط الطبيعي بتاعي. حتى هو الكي وورد اللي احنا حاطين عليها خط اللي هي كانت ايه؟ ميجور اند سنترال اوبريشن. يبقى اي حاجه بره الميجور والسنترال اوبريشن تعتبر لا ريفينيو ولا اكسبنس، تعتبر ايه؟ يا جين يا لوس. طيب اللوس ديكريز الايكوتي والاذر فروم اكسبنس اذر ذان اكسبنس اور ديستريبيوشن تو اور، يعني اي حاجه ما هياش اكسبنس او ديستريبيوشن تو اونر اللي هي الويز درو يعني تعتبر ايه؟ لوس. طيب اول ترانزاكشن افكتنج ذا نت تشينج ان ايكوتي ديورينج ذا بيريد ار انكلود ان انكم اكسبت. قال لك ايه بقى؟ الانكم ستمنت دي اللي احنا بنقول عليها دي الانكم ستمنت دي فيها كل حاجه هتزود الايه؟ الاونرز ايكوتي اكسبت. اكسبت ايه؟ اكسبت واحد ترانزاكشن ويز اونر. هي ايه يا جماعه الترانزاكشن هنا ويز اونر؟ يا اما كابيتال يا اما خدنا منهم فلوس يا اديناهم فلوس. قال لك اي ترانزاكشن ويز اونر ما بتخش عندي في الانكم ستمنت. يبقى اي ترانزاكشن مع الاونر ان او اوت، ان فلو او اوت فلو، داز نوت انكلود فين؟ في الانكم ستمنت. خلاص مش داخل معايا. اتفقنا؟ ايه تاني؟ prior year adjustment او prior period adjustment such as error correction or change in accounting principle. هنتكلم يا جماعه كمان شويه على قصه الايه؟ prior year adjustment دي. هنتكلم عنها كمان شويه ونشوف المعيار بتاع المحاسبه اللي امتى اسجل prior year adjustment؟ موجوده في انهي قايمه؟ prior year adjustment معناها تسويات سنوات سابقه. تسويات سنوات سابقه. يعني حضرتك عملت كلوزنج للقوائم الماليه؟ ونزلت سجل ايجار شهر 12 تعمل بيه اكرول او استحقاق. انتوا عارفين ان احنا بنسجل باساس الاستحقاق. حضرتك لو نسيت تعمل اكرول يبقى حضرتك وقفلت السنه خلاص، قفلت وعملت قوائم ماليه، ما ينفعش تفتح السنه تاني. نسيت اسجل الايجار. بتسجل في حساب اسمه بريور رير ادجستمنت. لانك لو قلت السنه دي ديبت رنت كريدت كاش يبقى انت حملت السنه دي بايجار ايه؟ شهر 12 السنه اللي فاتت، وده لا يجوز. يبقى انت السنه دي اتحملتها ب 13 شهر والسنه اللي فاتت اتحملتها ب 11 شهر. ما ينفعش في المحاسبه حاجه اسمها كده. فانت هتضطر تعدل الريتيند ايرن. ما هي لو كنا سجلنا الايجار السنه اللي فاتت كان راح فين؟ في الانكم ستمنت. كان بقى الربح قل ولا زاد؟ قل. يبقى انت حضرتك هتسجل في حساب اسمه بريور يير ادجستمنت وتعدل بيه صافي الربح المرحل من السنه اللي فاتت. فبريور يير ادجستمنت تشمل ايه؟ تشمل كل الايرادات والمصروفات اللي نسيت تسجلها حضرتك السنه اللي فاتت قبل ما تعمل كلوزنج عشان تعدل بيها الريتيند ايرننج. اتفضل. مثلا لو نسيت تجار مثلا في شهر ما ينفعش تحطهم في السنه الجديده. حساب الجديد ولا حساب جديد؟ احنا بنحط في حساب البريور يير ادجستمنت. طب مكانه فين؟ مكانه فين؟ احنا النيت انكم ده يا جماعه هو القايمه دي اخرها ايه؟ القايمه دي اخرها ايه؟ اخرها النيت انكم. سيبك بقى من كل بنودها، سيبك من كل بنودها، القايمه دي اخرها ايه؟ النيت انكم. النيت انكم ده بيروح في قايمه اسمها ايه؟ بيروح في قايمه اسمها الريتيند ايرنينج. طب الريتند ايرننج دي فيها ايه؟ فيها البيجيننج ريتند ايرننج. هو حساب عادي
اللي هي الارباح. الارباح المرحله من السنه اللي فاتت. طيب السؤال هنا، هل عندك بريير يير ادجستمنت كنت نسيت تسجلها السنه اللي فاتت؟ سجلتها السنه دي؟ انا كان عندي مصروف الايجار ما نزلتوش، وكان عندي ايراد نسيته. هات لي بقى عدل لي البيجيننج 200 ايرننج دي، سواء تطلع بالزائد او بالناقص، لان ممكن يكون ايراد ما تسجلش او مصروف ما نزلش. فعندي بنود تسويات سنوات سابقه ممكن تزود ال 200 ايرننج او تقللها. فاللي هيزوده بالماينس واللي هيقلله بالايه؟ اللي هيزوده بالموجب واللي هيقلله بالماينس. يبقى انا بقول زائد او ناقص بلاير year adjustment تسويات سنوات سابقه. يبقى انا بعمل ايه؟ بعد تسويات سنوات سابقه اللي قال عليهم الكتاب، بعدل لي البيجيننج بالانس في ايه؟ الديند ايرنينج. طب الاثنين دول على بعض يدوني ايه؟ حاجه اسمها adjusted beginning والديند ايرنينج. يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ يعني رصيد اول المده المعدل اتعدل بايه؟ بالبريور يير ادجستمنت اللي حضرتك بتسال عليها دي. طيب بعد كده احط ايه؟ حط بقى النت انكم ده اهو، انت جاي اهو النت انكم، حطه هنا ناقص لو عندك ديفيدند توزيعات ارباح يديك الاندنج ريتيند ايرننج، يعني حساب او رصيد حقوق الايه؟ او اللي احنا بنسميها يا جماعه الارباح المحتجزه والمرحله والكلام ده. طب الرقم اللي هو رصيد اخر المده ده بيروح عندي فين؟ البلاش بيروح عندي، انا عملت نيت انكم وديته على ريتيند ايرننج، رصيد الريتيند ايرننج ده وديته فين؟ في الاونرز ايكوتي. فهتلاقي في بند جوه الاونرز ايكوتي اسمه ريتيند ايرننج، بياخد الرصيد ده اللي هو اخر المده ده. حط بقى على البند دوت الكومن ستوك والبريفيرد ستوك والاديشنال بيد ان كابيتال مع الريتيند ايرننج مع الاذر كومبرهنسيف انكم هنتكلم عنها دلوقتي مع التريجري ستوك، يديك اجمالي الايه؟ الاونرز ايكوتي زي ما هندرس القائمه بتاعتها حالا دلوقتي بعد ما اخلص الانكم ستيتمنت. اتفقنا يا جماعه؟ عرفت سؤالك ايه؟ اللي هو البريور يير ادجستمنت بيروح فين؟ ده من ضمن حقوق الملكيه، ده بيزود الارباح المرحله او بيقللها على حسب هو انت ايه اللي نسيت تسجله السنه اللي فاتت. يبقى يا جماعه لو عملنا كلوزنج للسنه واكتشفنا في القوائم اللي احنا نسينا نسجل بند مصروف او ايراد، هسجله فين؟ في حساب البريور يير ادجستمنت ده عشان اعدل بيه الايه؟ البيجيننج بالانس والريتيرن ايرن. انا اضطريت اشرح القوائم دي واحنا لسه ما جبناهاش عشان خاطر السؤال اللي جاي بتاع ايه؟ البريور يير ادجستمنت. اتفقنا يا جماعه؟ تعالوا نكمل قرايه كده. اكسبنس ريكوجنيشن برنسبل هو طبعا هنا بيقول لك لسه عندنا بنك ما قلناهوش. الاذر كومبرهنسيف انكم بيقول لك برضو ان ايتم ريبورتد انيشيالي ان اذر كومبرهنسيف انكم دي برضو مش هتخش معايا. يبقى انا عندي يا جماعه القايمه في هنا بعد الانكم ستيتمنت دي بيقول لك لو انت عندك بند من بنود الاذر كومبرهنسيف انكم دي حطها لي بعد الانكم انكم اذر كومبرهنسيف انكم. يبقى الانكم ستيتمنت ما فيهاش اي ترانزاكشن مع الاون، خلاص اتفقنا؟ وما فيهاش البريور يير ادجستمنت. ليه؟ لان الترانزاكشنز مع الاونر جوه الاونرز ايكوتي. البريور يير ادجستمنت موجوده في قائمه اسمها ايه؟ الريتيند ايرننج. قال لك وما فيهاش الاذر كومبرهنسيف انكم دي. ايه دي؟ دي بعض البنود المعايير كتبتها على سبيل الحصر مش المثال. يعني هنعرفها على سبيل الحصر. بيقول لك البنود دي لو لقيتها ما تحطهاش في الانكم ستيتمنت الطبيعيه بتاعتنا. حطها تحت النت انكم. تحت النت انكم؟ طب ما دي انت عندها فلوس يا اما ان يا اما اوت، يا انكم يا رص. هنرحلها نجمعها كده على بعض ونوديها جوه الاونرز ايكوتي تحت بند اسمه اكيوميليت. يعني ايه اكيوميليت؟ مجمع. اكيوميليت الاذر كومبرهنسيف انكم دي، يعني حضرتك هتجمعها لي تحت الاونرز ايكوتي. هتجمعها لي تحت الايه؟ الاونرز ايكوتي. واضحه يا جماعه؟ تاني البالانس شيت ودي الايكويشن بتاعتي. البالانس شيت ودي الايكويشن بتاعتي اللي هي اسيتس ايكوال لايبيليتي بلس اونرز ايكوتي. لسه ما خدناش الاونرز ايكوتي ستيتمنت، هناخدها كمان شويه. احنا دلوقتي بنتكلم على الانكم ستيتمنت. النت انكم ده بوديه فين؟ بوديه في قايمه اسمها الايه؟ الريتيند ايرننج. اتفقنا؟ بودي معاه حاجه اسمها بريور يير ادجستمنت. ايه بريور يير ادجستمنت دي؟ تسويات سنوات سابقه. نسيت السنه اللي فاتت اسجل ايراد، ايجار، مصروف، اي حاجه تحطها في تسويات سنوات سابقه.
وتعدل بيها الرصيد المرحل من السنه اللي فاتت. لان ببساطه شديده لو حضرتك نسيت تسجل ايجار يبقى النت انكم كان المفروض يجي اقل من كده. لو نسيت تسجل ايراد يبقى المفروض النت انكم كان يجي ايه؟ اكتر من كده. المهم انت عدل وخلصنا وقول لنا هو المفروض كان يجي ازاي؟ كلمه المفروض كان يجي ازاي هتلاقيها فين؟ في الادجستد بيجيننج بالانس. حط عليه بقى النت انكم بتاع السنه دي واطرح منه اي مسحوبات من الشركاء السنه دي يديك الرصيد اخر المده اللي بتحط في الميزانيه. ايه تاني بيتحط في الميزانيه؟ عندنا بنود على سبيل الحصر هنتكلم عنها. على سبيل الحصر لو وجودك في الحسابات ممنوع تحطهم هنا. لازم تحطهم حاجه اسمها الاذر كومبريهنسيف انكم. تاخد الاجمالي دوت توديه في حساب جوه الاونرز ايكوتي اسمه ايه؟ اكيوميليت اذر كومبريهنسيف انكم. اكيوميليت اذر كومبريهنسيف انكم. يبقى الانكم الست اللي معاها فيها رقمين بترحبوا. النت انكم بيروح على الريتند ايرن والاكيوميليت والاذر كومبريهنسيف انكم بيروح فين؟ على الاكيوميليت اذر كومبريهنسيف انكم. طب انت ازاي؟ لان الاذر كومبريهنسيف انكم ده ممكن تعمل جين او نص. ازاي ما تديهملاش تحطهم في قوائم اللي انا حطيتهم؟ بس النت انكم ده اللي قابل للتوزيع على حضراتكم كمساهمين. لكن الاذر كومبريهنسيف انكم انا ما ضحكتش عليكم كمساهمين. انا حطيته جوه المونرز ايكوتي اهو قدام بس مش هتوافق دلوقتي لغايه ما تبقى ايه؟ ما يتوفر شروط معينه ان انا احولها من الاذر كومبريهنسيف انكم الى الايه؟ الى الكومبريهنسيف انكم او الانكم بتاعنا الطبيعي. اتفقنا؟ ايه البنود دي وقصتها ايه؟ هنتكلم عنها لما نيجي القائمه او هو في اخر الانكم ستمنت هنتكلم على ايه؟ على الاذر كومبريهنسيف انكم. واضحه يا شباب؟ يبقى الانكم ستمنت الشامله طبقا للمعايير الحديثه فيها ايه؟ لو اتكلمنا عن امريكا بنتكلم عن ثلاث حاجات. الانكم ستمنت الطبيعيه اللي هي ايراداتنا ومصروفاتنا والجين والنص بتاعنا. والديسكونتينيوت اوبريشن والاكسترا اوردينري ايتم والاذر كومبريهنسيف انكم. الانكم ستمنت الطبيعيه والاكسترا اوردينري والديسكونتينيوت اوبريشن بيروحوا على الايه؟ على الريتند ايرن. الاذر كومبريهنسيف انكم بتروح على فين؟ على الاكيوميليت الاذر كومبريهنسيف انكم. اتفقنا كده؟ تعالوا نشوف هو كاتب الكلام ده ازاي. بيقول لك ريفينيو ايتم ريبورت انيشال ان اذر كومبريهنسيف انكم دي مش داخله معايا في الانكم ستمنت اللي هي الطبيعيه. برضو ترانسفير تو اند فروم ابروبريت للدين ايرني او نوت ابروبريت للدين. يعني ايه يا جماعه ابروبريت؟ هو ده الدين ايرني اهو. يعني كويس ان احنا اتكلمنا عن الدين ايرني عشان هو بيتكلم عنها في في الكتاب. الرصيد ده يا جماعه ده رصيد ايه؟ حقوق المساهمين، الارباح اللي هي قابله للتوزيع على المساهمين. صافي حقوقهم يعني بعد ما خصمنا الفلوس اللي خدوها وحطينا الفلوس اللي فيهم نتيجه ارباح السنه دي وعملنا الادجستمنت بتاع السنه اللي فاتت اتبقى لهم المبلغ ده. طب ده قابل للتوزيع ولا غير قابل للتوزيع؟ في ريستريكشن على التوزيع ولا ما فيهوش اي ريستريكشن على التوزيع؟ فقال لك لو عليه اي يعني لو في ريستريكشن او احنا قررنا ان احنا نوزع ما نوزعش لسبب او اخر، خدنا قرار احنا يا جماعه المساهمين قلنا مش هنبني المبنى او عايزين نبني المبنى الاداري السنه دي وبناء عليه مش هناخد توزيعات ارباح مؤقته لمده 3 سنين او سنتين او سنه طبقا للبلان بتاعتنا عشان خاطر نحوش الفلوس دي نسدد بيها حق المبنى ده. يبقى دي ايه؟ الريزنت يعني قابل للتوزيع؟ لا، في قرار ناحيته ان اي مستحقات المساهمين هتكون غير قابله للتوزيع الفتره اللي جايه. عشان كده هو بيقول لك ايه؟ ابروبريتد ريزنت ايرن. برضه لما نتكلم عنها هنتكلم عن الابروبريتد والايه؟ والنوت ابروبريتد. طيب نيجي بقى نشوف دي بيقول لك ايه؟ ريفينيو اكسبنس جين اند لوس ار ريبورتد ان تمبرري او نومينال ايه؟ اكونت. الحساب ده يا جماعه حساب ايه؟ تمبرري مؤقت. نومينال يعني حساب وهمي يعني ايه؟ او يعني حساب مؤقت ادق لفظ ليه يعني. حد منكم عمل كلوز مرحل ارصدة اخر المده خلال اول مده؟ بتلاقي الارصدة بس اللي عملت ارصدة اخر المده اول مده هي ارصدة الميزانيه. امال ايه الكونسيبت بتصفر اصلا؟ ما هي بتتقفل يا جماعه كلها بتتعمل لها كلوزنج في رقم اسمه يونيت انكم يونيت فلوس. فخلاص الريفينيو من السنه الجديده بدا بايه؟ برصيد ايه؟ صفر. الاكسبنس بدات برصيد ايه؟ صفر. ايه اللي بدا عندي برصيد اول المده؟ حسابات البالانس شيت. عشان كده بنقول على حسابات البالانس شيت انها ايه؟ بيرمننت اكونت. يعني حسابات
مستديمه لان فيها رصيد بيتعمل له كلوزنج ويفتح بيجيننج السنه الجايه. يبقى اند البالانس السنه دي ويفتح بيجيننج البالانس السنه الجايه. فعشان كده بنقول ان حسابات البالانس شيت هي حسابات ايه؟ بيرمننت اكونت، حسابات دائمه. لكن البالانس شيت بيقول لك حسابات مؤقته. اخر السنه بتبقى صفر. بنصفر كل الجنود الانكم ستمنت ونبدا من جديد السنه الجديده. بس ده اول نقطه صفر. عشان كده يا جماعه الكتاب قال عنها كده. فاضح؟ تعال نشوف item of cost and expense. تعال نشوف بقى ايه قصه الكوست والاكسبنس. expense recognition principle are associated with cause and effect systematic and rational allocation and immediate recognition. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انت احنا عندنا دلوقتي يا جماعه بنذاكر الايرادات، هنتكلم عنها دلوقتي. يقول لك المصروفات طريقه الاعتراف بالمصروفات اللي هي الاكسبنس ريكوجنيشن برنسبل. ببدا الاعتراف بايه؟ بالمصروف. دايما هنحط في بالنا حاجه اسمها الكوز اند افكت. يعني ايه يا جماعه الكوز اند افكت؟ العلاقه والسبب. كوز اللي هي مش احنا عارفين بيكوز اللي هي بسبب، كلنا بيكوز دي كنا واحنا صغيرين كنا دايما بيكوز دي لطيفه قوي، كل جمله تكتب انت بيكوز دي. وارز بيكوز. فكوز دي اللي هي شيل البي تبقى كوز. يعني كوز اند افكت يا جماعه اللي هو السبب والايه؟ التاثير. يعني لازم يا جماعه بدل حطيت ايراد يبقى كل المصروفات اللي اتاتش بالايراد ده تبقى بالنسبه لي اكسبنس او كوز. واضحه؟ لان ليه؟ لان في كوز اند افكت ريليشن شيب بتوين الريفنيو اند الاكسبنس. هو ده اللي هو بيقول هنا سيستماتيك اند ريشنال الوكيشن، او ان انا عملت سيستماتيك اند ريشنال الوكيشن زي الديبريشن كده اند الميديت ريكوجنيشن. ماتشن يعني ايه ماتشن؟ الماتشن ده بقى هو السبب في موضوع الكوز اند افكت ريليشن شيب ده. يعني السبب الرئيسي في الماتشن برنسبل. يعني ايه ماتشن برنسبل؟ المبادئ سوري مبدا مقابله الايراد بالمصروف. مبدا مقابله الايراد بالمصروف بسميه الماتشنج برنسبل. الماتشنج برنسبل ده such as direct relationship is found when the cost of goods sold is recognized in the same billion as a revenue from sales of the goods. عشان كده يا جماعه ده يفسر لك، بيقول لك احسن حاجه للماتشنج برنسبل موضوع الكوست اوف جود سولد. يعني ايه؟ يعني الريفينيو لازم تطلع منها الكوست اوف جود سولد. ليه؟ لان دي التكلفه او بنسميها حتى بالعربي ايه؟ تكلفه البضاعه المباعه. يعني مش هحط تكلفه غير لما تكون اتباعت عشان الماتشنج برنسبل. طب ما اتباعتش تبقى موجوده فين؟ زي ما خدنا في الكوست في الانفنتوري. ايوه في الستوك في البالانس شيت. يبقى انا اجل، طب ما هو ده مصروف ما انا صرفته، بس اجلت الاعتراف بيه ككوست لغايه ما ايه؟ ما اتباع عشان اعمل الماتش برنسبل، احط الايرادات مع الايه؟ مع المصروف. طيب شكل يا جماعه الكوست اوف جودز بتيجي ازاي؟ من حساب المخزون. يعني انا عندي الانفنتوري الانفنتوري عندي رصيد اول المده، بيزيد بيقل الانفنتوري بالبرشيزن لو انا شركه تجاريه، ولو انا شركه صناعيه بالكوست اوف جودز مانيفاكتور اللي هي جايه من الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر اوفر هيد. افتكروا محاضره التكاليف. طيب بيقل بايه؟ بالكوست اوف جودز سولد. واللي ما اتباعش منها بيكون ايه؟ اندنج انفنتوري. هو ده يا جماعه اللي بيروح عندي فين؟ في الانكم ستيتمنت. هو ده اللي هو بيقول لك دلوقتي ان المعادله الطبيعيه للكوست اوف جود سولد هي دي، ان البيجيننج انفنتوري زي ما هو كاتب كده زائد البرشيزن او الكوست اوف جود مانيفاكتور ناقص الاندنج انفنتوري بيديك ايه؟ الكوست اوف جود سولد. دايما من التي اكونت تظبطها ببساطه شديده. اتفقنا؟ طب فور ذا مانيفاكتورنج هو بقى قال لك اهو، قال لك لو انت شركه تجاريه يبقى البيجيننج زائد المشتريات، لو انت شركه صناعيه يبقى البيجيننج زي تكلفه البضاعه المصنعه. وهو بيقول لك تكلفه البضاعه المصنعه دي معلش السلام، بيقول لك تكلفه البضاعه المصنعه دي بتيجي منين؟ بتيجي من حساب فاكرين؟ الدايركت ماتيريال اللي هو حساب الويب. ايوه الوركينج ان بروسس. الويب
او الحساب اللي هو فيه الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والاوفر هيد، سواء بقى كنا عاملينها ابلايد او عملنا ادجستمنت عليها او عملناها اكتوال على حسب الايه الكوستنج سيستم اللي احنا اشتغلنا عليه. يبقى هو هنا برضه بيشرح لك لو هي مانيفاكتشرنج القصه بتبقى ازاي. ان الكوست اوف جود مانيفاكتشر دي بتتقسم عندي الى الرو ماتيريال بتاعتي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر وحساب الايه الاوفر هيد، سواء كان فاريبل اوفر هيد او فيكسد اوفر هيد. واضح يا شباب؟ واضح الحته دي؟ هو ده اللي هو بيشرحه لك هنا. خلاص خلصت الكوست اوف جود سولد، اعمل بقى الاذر اكسبنس، شوف بقى ايه المصروفات بتاعتك، عندك ايه في الاذر اكسبنس؟ عندك بقى الجنرال اند ادمن اكسبنس اللي هي المصروفات العموميه والاداريه. طب دي فيها ايه؟ انكيرد فروم ذا بينفيت اوف ذا انتربرايز از اول، يعني جنرال، حتى بنسميها جنرال اكسبنس، جنرال اند ادمن، يعني ايه جنرال؟ مصروفات عموميه، برضه يعني ايه عموميه؟ يعني بصرف نظر عن التعريف اللفظي يعني. الله ينور عليك، مش ديبارتمنت معين، تخص النشاط ككل، مصروف جنرال على كل الشركه، اتفقنا يا جماعه؟ طيب هو ده عشان كده جه اسمه جنرال اند ادمن. ار نوت ريليتد هولي تو سبيسيفيك فانكشن، شفت قال لك ايه؟ ما هواش مصروف مالوش علاقه بفانكشنز محدده زي السيلينج فور المانفاكتشر. زي ايه يا جماعه؟ اكونتنج وليجل وفيز وبروفيشنال سيرفيس وسالري وانشورنس ويجز وميسيلينيس سبلايز و كل، يعني ايه يا جماعه ميسيلينيس؟ يعني متنوعه. يعني ايه ميسيلينيس اكسبنس؟ زي الاذر اكسبنس كده، يعني مصروفات ايه؟ متنوعه. لما كنت في حسابات كان لاقي حاجه بتقول كنت بحط عليها اكسبنس على ميسيلينيس. ما كانش عندنا في حد بيراجع اكتشف اخطاء من ايامي بعدها بسنتين مثلا. كله متسجل يعني قبل ما تتكلم قول اسمك وعنوانك عشان ايه نعرف نجيبك. سيلينج اكسبنس طب كده انا عندي جنرال وادمن، هيبقى عندي كاتيجوري تاني يا جماعه المصروفات اسمه ايه؟ سيلينج اند ماركتنج او سيلينج اكسبنس. سيلينج اكسبنس ار ذيس انكيرد ان سيلينج اور ماركتنج، يعني اي مصروف صرفته على اداره المبيعات او التسويق يتحط في كاتيجوري الواحد، ما يبقاش جنرال. ليه يا جماعه؟ لان ده سبيسيفيك فانكشنز زي ما احنا قلنا. ما هي الجنرال اند ادمن اتصرف على الشركه از اول وما هوش ريليتد بايه؟ سبيسيفيك فانكشن زي دي، فاحنا بنعتبر ان الماركتنج والسيلينج دي ايه؟ سبيسيفيك فانكشنز. زي ايه؟ عادي مرتبات مدير المبيعات والموظفين بتوعه بيدخلوا معايا، السالري والكوميشن اللي خدوهم، الترافل كوست او اكسبنس، عملنا ادفرتايزنج، سيلينج دفعنا لهم كوميشن، عملنا كوليكشن فيز، عملنا كريدت فيز، اجرنا لهم مقر خاص بيهم، جبنا لهم لاب توب هناك ويبقى سيلينج وادي، جبنا لهم مقر خاص بيهم، ايجار المقر الخاص باداره المبيعات يبقى سيلينج كوست على ايه؟ كل مصروف اتاتش او ليه علاقه بالسيلز ديبارتمنت ده بالنسبه لي ايه؟ سيلينج كوست. طيب واي ماركتنج عملتها اكتيفيتي تعتبر ايه؟ ماركتنج كوست. ما تخشش في الجنرال لازم تتعمل في ايه؟ في كاتيجوري لوحده. شيبنج كوست ار اولسو كلاسيفايد از سيلينج كوست. انترست اكسبنس از ريكوجنايزد بيزد اون ذا باست اوف تايم. يعني ايه يا جماعه؟ خلاص كده خلصنا جنرال اند ادمن، ده بند من ضمن بنود المصروفات والانكم ستيتمنت. سيلينج اند ماركتنج عندي حاجه اسمها ايه؟ انترست اكسبنس. يعني ايه انترست اكسبنس؟ اللي هو يا جماعه المصروفات البنكيه اللي بنتحملها او الفايده اللي بنتحملها نتيجه ايه؟ مرور فتره ماليه او تكون مثلا شهر يوم اسبوع فتره، اي فتره استحق عليا انترست فبنزلها انترست اكسبنس. ان ذا كيس اوف بوند نوتس، لو بقى في حاله مثلا سندات فانت عندك انترست اكسبنس، نوتس ريسيفابل او نوتس بيبل عندك انترست اكسبنس. كابيتال ليس افكتيف انترست ميثود از يوز، لو عندك كابيتال ليس لسه خلينا ما خدناش الليس هناخدها ان شاء الله في اليونت اللي جاي، هناخد الليس بتقسيماته بقى سواء هو اوبريتنج ليس او كابيتال ليس اللي هو التاجير التمويلي، كلنا سمعنا وعارفين ايه هو التاجير التمويلي. هناخده بقى من ناحيه الاكونت اللي ازاي نسجل الكود بتاعته والمعيار قال لي ايه وازاي اسجل الليس باك وازاي لو الليس ده سيلز تايم اسجله. كل الكلام ده احنا هنتكلم، او دايركت فاينانس ازاي اسجله، الكلام ده هنتكلم عنه لما نتكلم على معيار الايه؟ التأجير، ونتكلم عن التأجير العادي والتأجير التمويلي إن شاء الله. إنكم ستيتمنت فورمات، إيه الفورمات بتاعت الإنكم ستيتمنت؟
زي ما احنا قلنا يا جماعه ان هي سنجل ستيب انكم اند مالتي ستيب انكم. سنجل ستيب يعني انت خدت كل الريفنيو والجين في رقم والاكسبنس واللوس في رقم تاني، فدي اسمها سنجل ستيب. يعني عندي اجمالي الانفلو او الايرادات والجين واجمالي الاوتفلو اللي هي ايه المصروفات واللوس، طلعت رقمين من بعض الدنيا نت انكم. لكن المالتي ستيب ايه بعدها على طول؟ لا دي مالتي ستيب اللي اغلب الناس ايه بتشتغل بيها. سنجل ستيب ستيتمنت بروفايد وان جروب، يعني جروب جواه ريفينيو ايتم اند وان جروب فور ايه فور اكسبنس. بعمل جروب للريفينيو وجروب للاكسبنس وخلاص. سنجل ستيب از وان سبتراكت نيسيسري تو ارايف تو نيت انكم، بطرح رقمين من بعض في السنجل ستيب يوصلوني لايه؟ للنت انكم. لكن المالتي ستيب اعمل رقمين واطرحهم وطلع لي رقم، واعمل رقمين تاني ثلاثه واطرحهم وطلع لي رقم تاني. مالتي ستيب فاهمه؟ يعني مثلا ريفينيو ناقص الكوست اوف جود سولد يديني ايه؟ ادي اول ستيب جروس بروفيت. واطرح شويه اكسبنس يديني اوبريتنج انكم، دي تاني ستيب. ونان اوبريتنج انكم يديني نت انكم، يبقى دي كمان ايه؟ ثيرد ستيب. وهكذا. حط بقى الحاجات اللي احنا قلنا عليها النهارده، ديسكونتينيد اوبريشن، اذر كومبرينسيف انكم، وحط الايه؟ الاكسترا اوردينري ايتم يديك في كل دي لايرز يا جماعه جوه الانكم ستيب. دي اسمها مالتي ستيب انكم ستيب. واضح؟ طيب بيقول لك ايه؟ The most common way to present the income statement، يعني دي الطريقه المثلى او الطريقه الاشهر او الطريقه تقريبا هي الموست كومن يوزد، يعني اللي كل الناس دايما بتستخدمها. ادي شكلها يا جماعه في القوائم الماليه عشان مش مكان على البورد نكتبها. ادي النيت انكم ناقص الكوست اوف جود سولد يديني جروس بروفيت، اطرح منها السيلينج والادن اهي، واطرح منها يديك الايه؟ الانكم فروم اوبريشن اللي هو ايه؟ الربح من النشاط اللي هو جاي من الاوبريشن. حط بقى الجين واللوس اللي احنا قلنا عليهم دول اللي بنعتبرهم نون اوبريشن جين اور لوس، يديك الانكم بفور تاكس، اطرح الضريبه يديك النت انكم. واضح يا جماعه؟ يبقى الانكم ستيتمنت اللي هي المالتي ستيب بنعملها على اكتر من لايرز. كوست اوف جود سولد لما اطرحها من الريفني يديني جروس بروفيت، ادي اول لاير. تاني لاير احط الاوبريتنج اكسبنس يديني الاوبريتنج انكم، ده تاني لاير. ثالث لاير الجين اور لوس يديك الايه؟ الانكم بيفور تاكس. بعد كده التاكس يديك النت ايه؟ النت انكم. اتفقنا يا جماعه؟ طيب ريبورتنج ايرريجولار ايتم اهي بقى الديسكونتينيود اوبريشن، والاكسترا اوردينري ايتم بنسميها ايه؟ ايرريجولار ايتم. يعني ايه؟ حاجات ايرريجولار. يعني ايه ايرريجولار؟ ريجولار يعني ايه؟ متكرره او طبيعيه، صح؟ ايرريجولار يعني غير متكرره، يعني احداث هتحصل مع الشركه لو مش ما فيهاش، لو توافر فيها الشروط دي يبقى ايه؟ هنسجلها في الجروب دي. اول بند عندنا ايه الريجولر؟ اسمه ايه؟ ديسكونتينيود اوبريشن. كونتينيود اوبريشن يعني ايه؟ نشاط مستمر. ديسكونتينيود ده نفي النشاط المستمر، عكس الاستمرار، يعني نشاط ايه؟ متوقف او سيتوقف عن الايه؟ عن التشغيل. شركه يا جماعه عندها 10 فروع، خدت قرار انها توقف فرعين منهم بعد شهرين مثلا. اتبعنا النهارده وقلنا ايه؟ الفرعين دول بيخسروا من فيهم. الفرعين دول بالنسبه له بقى ايه؟ ديسكونتينيود. اول ما خدوا القرار مش ينفذوه، ممكن يكون هنزل شهرين، لسه بقى عندنا موظفين هننقلهم او هنفقدهم، ولسه عندنا مقر هنسلمه، وهنشوف بقى مع المالك نشوف هيدينا الريفاند او الديبوزيت بتاعنا ولا هياخدوا علينا ولا ايه نظامنا. ولسه هنشوف الاصول الاسس التكييفات اللي في المكان، هنبيعها ولا هناخدها نجيبها الشركه. يبقى عندنا حاجات كتير عايز تتسوق، البضاعه اللي في الفروع دي ممكن تكون بتتباع او لا، لسه هنشوف. فلسه تنفيذ القرار لسه مثلا عليه شهر او اتنين. خلال الشهر شهرين احنا ما عملناش باب المقر، المقر بيبيع، صح؟ كل ايراداته ومصروفاته خلال الشهر شهرين دول يتحطوا فين؟ في بند لوحده اسمه الديسكونتينيود اوبريشن. طب وايه كمان يتحط مع البند ده؟ لما نبيع التكييفات بتاعت المقر خساره او لص يتحط في الديسكونتينيود اوبريشن. كل ما هو ليه علاقه بالجين او اللص او الريفينيو والاكسبنس اللي ليه علاقه بالفروع اللي احنا قررنا نقفلها دي تتحط في بند واحد اسمه ايه؟ الديسكونتينيود اوبريشن. اتفقنا يا جماعه عليها دي؟ تعالى نرتب دي دول مرتبين ازاي؟ بيقول لك when an entity report discontinued operation it must be presented in separate section. يعني لو توافر عندك فرعين او فرع او نشاط انت قررت تقفله لازم تحطه في separate section. هو بيقول كده. ال separate section ده
افتر انكم فروم الجنود اوبريشن، يعني بعد ما تعمل الانكم الطبيعي حط في سيبريت ايه كل الايرادات والمصروفات اللي جت نتيجه في الفرعين دول من اول ما خدنا قرار في اجتماعنا ان احنا نقفلهم لغايه ما ايه ما قفلناهم فعلا. خلال الفتره دي بعنا اصول فخسرنا فيها، وبعنا اصول ثانيه فكسبنا فيها، وعملنا ايرادات وسددنا المرتبات خلال الشهرين. كل ده جمعهولي لوحده فين؟ في الديسكونتينيوز اوبريشن. اتفقنا يا جماعه؟ خلاص النشاط ده بالنسبه لي بقى ديسكونتينيوز اوبريشن، لازم استبعد ايرادات ومصروفات. تعالى نبقى كده وريك الكلام ده ازاي؟ Because these items are reported after presenting or presentation of income statement, they must be showing net of a of tax. يعني بما انك هتسجل، مش احنا قلنا يا جماعه عندنا الريفينيو والكوست اوف جود سولد اداني الجروس بروفيت، سجلنا الاوبريتنج اكسبنس يديني الاوبريتنج انكم، سجلنا الجين واللوس يديني الانكم بفور ايه؟ ناقص التاكس يديني النت انكم، صح؟ فانا بقول لك ايه؟ لو عندك ديسكونتينيوت اوبريشن حطها لي تحت النت انكم هنا. طب والضريبه؟ طب الفرع ده عمل ايرادات مش هدفع عنهم ضريبه يعني ولا ايه؟ وصرف مصاريف مش هاخدهم ديدكشن في الضرايب ولا ايه؟ قال لك عشان كده بنقول لك بنقول لك حطها نت اوف تاكس. بنقول لك حطها ايه؟ نت اوف تاكس. يعني اي حاجه تحت النت انكم بمنين الضرايب فوق لازم تبقى ايه؟ نت اوف تاكس. يعني احسب الضرايب اللي عليها واحطها على التاكس هنا. يبقى لازم اسجلها هنا ايه؟ نت اوف تاكس، يعني اشيل منها كل اثر ضريبي دي. ما هو يا جماعه لو عملنا ارباح راسماليه عليها ضريبه، صح؟ لو عملنا ايرادات عليها ضريبه، لو عملنا ربح عليه ضريبه، صح؟ ايرادات ناقص مصاريفنا. فالفرعين دول ايراداتهم ناقص مصاريفاتهم يديك ايه؟ زائد الجير ناقص النص اللي الضرايب موافقه عليها. هندرس يا جماعه الديفير تاكس، هندرس معيار الضرايب المؤجله في اليونت اللي بعد اللي جاي، وهنقول ازاي نحسب التاكس اللي بتتحسب ازاي، وازاي نسجل دول نيتف تاكس. انا هنشرح الحته دي بالتفصيل ان شاء الله لما يجي وقتها. طيب فبيقول لك بسبب انها تتحط تحت النت انكم يبقى لازم تكون ايه؟ نت اوف تاكس. ديسكونتينيوت اوبريشن اف ريبورتد، اف ريبورتد يعني ممكن يكون عندك ممكن يكون ايه؟ ما عندكش. ماي هاف تو كومبوننت، ممكن يكون فيها ايه؟ تو كومبوننت. انكم اور لوس فروم اوبريشن اوف ذا كومبوننت ذات هاز بين ديسبوزد All it's classified as held for sale from the first day of the reporting period until the date of disclosure. انت بتقول لي اخد ايراداتها ومصروف، يعني ايرادات الفرع ده ومصروفاته. طيب من انهي تاريخ؟ من اول ما خدنا القرار ولا من اول السنه الماليه؟ من السنه الماليه. ليه؟ عشان السنه الماليه ايراداتها ومصروفاتها تكون موجوده هنا. فدي هنقارنها بايه؟ بالسنه الماليه السنه الجايه. يبقى continued operation بتتقارن السنة اللي فاتت مع continued operation مع السنة اللي جاية ايه؟ continued operation. لكن لو عندي discontinued operation جمع ايرادات ومصروفات الفرعين دول من اول عرض القوائم المالية لغاية تاريخ اقفال الفرعين دول، تحطهم في بند لوحده اسمه ايه؟ discontinued operation. ليه؟ عشان لما اقارن السنة الجاية ينفع يا جماعة احط الانكم سيتمنت نعملها سنتين مقارنة. هل سنة مقارنة احط فيها 10 فروع؟ ايرادات 10 فروع. مقارنه بالسنه اللي بعدها ايرادات 8 فروع. هنقول ان اداء الشركه وحش، وده مش حقيقي. هي الشركه قفلت فروع، مش قصه اداءها وحش او حلو، ده قصه ايراداتها قلت نتيجه ان في فرعين قالوا او اتقفلوا. يبقى عشان اعرض عرض فيرلي بريزنتد، ما هي كلمه فيرلي بريزنتد يعني ايه؟ العرض بعداله، عداله العرض للانكم ستيتمنت لازم يكون فيها ايه؟ الكونتينيوت اوبريشن، لازم الكونتينيوت اوبريشن تقارن بالكونتينيوت اوبريشن. طب الحل ايه؟ عشان ما اقارنش السنه الجايه ايرادات 8 فروع بالسنه دي 10 فروع، ان الفرعين دول من اول السنه الماليه ما بدات تحطهم في بند واحد تحت نيت اوف تاكس. بنسميه ايه البند ده؟ ديسكونتينيوت اوبريشن. بنسميه ديسكونتينيوت اوبريشن عشان لما تقارن السنه الجايه تقارن 8 فروع ب 8 فروع، فتبان عندك الايه؟ الموقف المالي للشركه. اتفضل. نعملهم انكم ستيتمنت لوحدهم يعني؟ لا، بنحط هما البندين دول. بند فيه الجين والنص اللي جاي من الديسبوزر اوف اسيتس، والبند الثاني فيه الايرادات والمصروفات. مسخره يعني، بنطلع فيهم رقم، يا اما عملوا ربح يا اما عملوا خساره، وغالبا هتلاقي معمول خساره
لان هذا اللي خلينا في الفرعين اصلا هم بيخسرون مش بيكسبون. يعني الطبيعي النورمال يعني ان هم عاملين خساره الا اذا بقى لو في اسباب ثانيه للاغفال مالهاش علاقه بالايه بالربح والخساره. مثلا في الاخر بحطهم فين؟ في البند ده. يبقى جين اور لوس فروم ديسبوزال اوف ذا كومبوننت. يبقى البند ده الديسكونتينيود اوبريشن فيها ايه؟ ايه الكروسيتا الثانيه؟ بليرز ثانيه؟ لا 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 خالص. فيها سطرين سؤال، فيها سطرين. السطر الاولاني جين اور لوس فروم ديسبوزال اوف فيكسد اسيتس، بعنا تكييفات المقرين دول، بعنا الكنز بتاعتهم، بعنا البورد، بعنا اي حاجه بعناها عشان خاطر نقفل وعملنا منها جين اور لوس اتحط البند لوحده. البند الثاني فيه ايه؟ ايرادات مصر. انت من ساعه ما خدت القرار لغايه ما قفلت او قبل ما تاخد القرار من اول السنه الماليه كان عندك ايرادات ومصروفات. كل ده هيبقى بند سطرين في الاسم الدنيا كلها. واضح يا شباب؟ ايه النوتس ديسكلوجر؟ ايه النوتس ديسكلوجر على القوائم الماليه؟ اللي لاحظ المتممه للايه؟ للقوائم الماليه. احنا لما خدنا البالانس شيت خدنا اللي لاحظ المتممه للبالانس شيت. يعني لازم يا جماعه اي محاسب يعمل الايضاحات دي بنسميها النوتس ديسكلوجر. عن القائمه كل قائمه احنا خدنا النوتس ديسكلوجر على ايه؟ على البالانس شيت. دلوقتي بما ان احنا خدنا القوائم الماليه خدنا نيت انكم، ايه هي النوتس ديسكلوجر والليميتيشن بالمره هنتكلم عنها بتاعت الايه؟ الانكم سيت. تعال اول نتكلم على الايه؟ الديسكلوجر. قال لك الميجر ديسكلوجر. يعني ايه؟ ده الاساسي. انت عايز تزود اعمل ديسكلوجر زي ما انت عايز، اعمل ايضاح بمتمم للقواعد الماليه. خلي بالك احنا قلنا يعني عن الايضاحات المتممه في القواعد الماليه. قلنا انها هامه جدا وتعتبر جزء لا يتجزا من القواعد الماليه، حتى المحاسبين القانونيين اللي بيكتبوا كده في القواعد الماليه بتاعتهم. يقول لك جزء لا يتجزا من القواعد الماليه وتقرا معها. دايما تلاقي الجمله دي موجوده تحت. يعني يديك القايمه البالانس شيت وتقرا فيها الجمله هو كاتبها لك تحت. الايضاحات المتممه للقواعد الماليه جزء لا يتجزا منها ويقرا معها. يعني حضرتك مش هتقدر تفهم القوائم الماليه الا لما تقرا الايه؟ الايضاحات المتممه عليها. عشان كده المعايير بعد او الكتاب بعد كل قائمه ماليه يقول لك ايه؟ الميجور نوتس ديسكلوجر اللي عليها. ايه هو؟ يعني اكثر ايضاحات متممه بنلاقيها عن الانكم سيت. الايرننج بير شير. احنا خدنا يا جماعه الايرننج بير شير اللي هو نصيب السهم من الارباح اللي هو بيساوي ايه؟ النت انكم على الايه؟ على الويت الافريج نمبر اوف شيرز. وطبعا الايرننج شيرز دي بتطلع لمين؟ لاصحاب الاسهم العاديه اللي هم مين؟ الكومن ستوك. واضحه؟ اتكلمنا عنها بكل تفاصيل، انا بس بفكركم بيها. الحاجه الثانيه ديبريشن سكادول. عشان كده يا جماعه يعني بتلاقي دايما في القوائم الماليه دايما اشهر القوائم الماليه تلاقي دايما الايضاح رقم ثلاثه هو الايه؟ الديبريشن سكادول. يقول لك عندنا الات واراضي ومباني كانت البيجيننج كذا واشترينا كذا عملنا ايضاحات للفيكسد اسيتس، يبقى اجمالي الاصول اللي عندنا كذا، وكان عندنا مجمع هلاك مرحل بكذا وعملنا السنه دي ديبريشن بكذا يدينا كذا. دي اسمها ايه؟ قال لك ده ريكواير طبقا للمعايير. يبقى الايرننج بير شير ريكواير طبقا للمعايير، لازم تعمل نصيب سهم من الارباح. اثنين الديبريشن سكادول ده ريكواير من المعايير. الحاجه الثانيه كومبوننت اوف انكم تاكس اكسبنس. هو الانكم تاكس اكسبنس دي ليها كومبوننت؟ حضرتك التاكس اكسبنس زي ما هناخد المعيار بتاع الديفير تاكس بيتكون من حاجتين. التاكس اكسبنس هندرسها بالتفصيل على البورد في لما هناخد معيار الديفير تاكس. بيتكون من حسبه التاكسبل انكم، يعني باخد الانكم التاكسبل. يعني ايه تاكسبل انكم؟ يعني النت انكم اللي جاي من ايرادات وافقت عليها مصلحه الضرائب ومصروفات وافقت عليها مصلحه الضرائب، ده بنسميه تاكسبل انكم. طب ايه الفرق بين التاكسبل انكم والنت انكم الطبيعيه بتاعتنا؟ النت انكم الطبيعيه بتاعتنا فيها كل ايراداتنا ومصروفاتنا طبقا للمعايير وطبقا لوجهه نظرنا سواء وافقت عليها مصلحه الضرائب او ما وافقتش عليها مصلحه الضرائب، انا سجلت المصروفات اللي عندي. لكن التاكسبل انكم هي الايرادات اللي وافقت عليها مصلحه الضرائب طبقا للمقاييس بتاعت الضرائب. هي المصروفات اللي وافقت اللي اعتمدتها مصلحه الضرائب لحضرتك طبقا للمقاييس بتاعت مصلحه الضرائب مش طبقا للمعايير، معايير مصلحه الضرائب اللي هي الاي ار اس. اتفقنا؟ يبقى الفرق بين التاكسبل انكم والنت انكم ان النت انكم ده بتاعي انا يعني اللي عامله نتيجه ايراداتي ومصروفاتي طبقا للمعايير وطبقا اللي انا ايه؟ لرؤيتي للتسجيلات. لكن التاكسبل انكم ده الايرادات مطروح منها بايه؟ الديدكتبل اكسبنس.
يعني ايه ديدكتبل اكسبنس؟ يعني المصروف اللي مصطفى ربع في اللي تقولك فعلا في مصروفات طبعا في مصروفات مصطفى ضرب متفقش عليه او مش عايزين تقول اترفض وهو في طبعا في زي البلاد دي مثلا يعني انت حضرتك اخرت تقدم الاقرار الضريبي فانا حبيت بغرامه تاخد غرامه تعملها تاكس تاكس ريدكشن ده انا بعاطبك بيها تعملها مصروف فتقلل ربحك عشان في السنه الجايه تديني ضريبه اقل ده انا بعاطبك بالبنالتي مثلا على سبيل المثال بس هي في الاهم والاشهر مش اللي انت قلت بقى الاهم والاشهر اختلاف توقيت التسجيل وبالذات في الفيكس الاسيتس اشهر البنود زي ما هنبدا زي ما هنبدا بالتفصيل اشهر البنود الفيكس الاسيتس انت بتعمل اهلاك على خمس سنين لو عربيه مصلحه ضرب بتعملها على سنتين يبقى انت هنا تبقى هنا الاكسبيرنس بتاعتك غير الاكسبيرنس بتاعتهم هم اهلكوا العربيه على سنتين او ثلاثه او اربعه وانت هلكتها على خمسه او سته او سبعه يبقى هنا في فرق تسجيل هنا انت عندك اكسبيرنس من وجهه نظرك ودي اكسبيرنس من وجهه نظر مصلحه الضرب فهنتكلم عن الكلام دوت ما هو خلي بالك ما هتتعوض بعد كده هو في الاخر هو فرق توقيت التسجيل يعني النهارده انا سجلت اكتر منهم ما بعد شهر بعد سنتين وهم هيسجلوا اكتر مني فهي هي طب الزكاوات معترف بيها عن الزكاة بص الزكاة ليها حسبة تانية احنا بنتكلم دلوقتي عن الضريبة الزكاة ليها اقرار زكوي بنرد فيه حاجات ونظبط عليه حاجات عشان نطلع الوعاء الزكوي بتاعنا ده موضوع تاني خالص غير موضوع انا بتكلم لو قلت للضرايب ان والله طلعت الزكاه السنه دي مثلا 200000 بيخصموها من المصروفات عادي بس تبع حساب الزكاه ليه اقرار زكوي ملوش علاقه بالربح والضرايب والكلام ده الضرايب حاجه والزكاه حاجه تانيه خالص ده اقرار ضريبي كلنا بنعمل اقرار ضريبي مع الميزانيه ده الاقرار الضريبي بعد ما الشركه بتخلص الكرار اللي يطلع الربح بتاعها وتوزع ارباحها وتخلص كل واحد في المساهمين يعمل الوعاء الزكوي بتاعه ده وعاء شخص على الافراد طب والشركات ينفع نعمل وعاء زكوي على الشركات بس احنا كده عايزين بقى ايه نقعد نسيب الكورس ونقعد ندرس الايه الوعاء الزكوي ده تفاصيله كتير قوي كمان انك بترد حاجات وتزود حاجات وتشوف تغير في الاصول في حاجات كتير قوي بتتعمل في الوعاء الزكوي فاهم هو بتحسب بعد الضرايب ولا انت بعد الطريق بعد الطريق عايز اقول ايراد فالايراد دوت حد استطاع منه حته فهتطلع الحته زي كده وانت بس يعني مش موضوع مهم طيب ممكن ابعت لكم شيت اكسل بالزكاه تعملوا عليه الوعاء الزكوي الاقرار اللي هو الاقرار الزكوي عندي شيت لطيف جدا بتاخد فيه ايراداتك ومصروفاتك وهي بتعمل معاك التسويه يفضل ماشي معاك خطوه خطوه لغايه ما تخلص الوعاء الزكوي ممكن ابعت لكم تبصوا عليه ولو في حاجه برضه نبقى نقعد فيها بس في مرحله ثانيه عشان بس ما ناخدش من تركيزنا عن الجزء اللي احنا بنتكلم فيه. طيب احنا قلنا ان ان الديفير تاكس احنا قلنا التاكس كومبوننت الانكم تاكس كومبوننت دي عباره عن ايه؟ احنا قلنا عن حاجتين التاكس او الانكم في التاكس ريت اللي هو الوعاء او الاقرار الضريبي طلع معايا نيت انكم او تاكس او انكم ضربتها في معدل الضريبه 10 20 30 40 50 على حسب الدوله طلع لي ايه؟ التاكس اكسبنس طلع لي اول بند اول كومبوننت في الايه؟ في الانكم تاكس اكسبنس الكومبوننت الثاني بتاعه اللي هو التغير اللي حصل في الضريبه الايراديه المؤجله او الاصول الايراديه الايه؟ المؤجله الالتزامات الضريبيه المؤجله او الاصول الضريبيه المؤجله حصل تغير على حساب دوله ان او اوت التغير ده بيخش عندي فين؟ في الانكم تاكس طب ايه القصه وتفاصيلها ايه؟ هندرسها لوحدها مع معيار الديفير تاكس اتفقنا يا جماعه بس هو عشان هنا قال لك كومبوننت وفي انكم سيفن فاضطريت ان انا احاول اشرح لك منها شويه عشان تستوعب بس الجمله لكن احنا هيبقى عندنا الكورس لوحده عن الايه؟ الديفير تاكس ونشوف بقى الكومبوننت دول نعملهم ازاي وناخد امثله وهنحلها عشان نقدر نعرف ازاي نحسب الضريبه بتاعتنا بتاعت الشركه الضريبه بتاعت الشركه السنويه اتفقنا؟ طيب limitation of income statement بيقول لك component of ايه؟ pension بيقول لك لو عندك pension expense برضه تعمل عليه نص disclosure يعني ايه pension يا جماعه؟ معاشات انت عامل نظام معاشات داخلي غير انواع التامينات الاجتماعيه بتاعت المعاشات الطبيعيه ده موضوع تاني ليه احس الموظف في التامينات وحسيتي في التامينات عشان لما يطلع من عندي ياخد معاشات من الدوله ده موضوع انا مش دعوه بيه لكن البنشن برضه في معيار اسمه البنشن هندرسه وايه مكوناته وايه الكومبوننت ببساطه شديده شركه عامله نظام معاش هتقول لك ايه الموظف اللي قاعد عندي 10 سنين ويطلع ويتقاعد على المعاش
هديله مرتبه مثلا على سبيل المثال يعني هديله مرتبه لمده سنتين بعد التقاعد هديله لخمس سنين او لحد الوفاه على حسب كل شركه. بيقول لك لو انت عامل البنشن بلان دي لازم تدينا ايه؟ تفاصيلها في النوتس ديسكلوجر. لازم تدينا تفاصيلها في النوتس ديسكلوجر لان ساعات يا جماعه البنشن بلان او اغلبها بيكون الموظف مشارك فيها. على فكره الكلام ده موجود عندنا في مصر. لو بصيت في مصر بس الموظفين عاملينهم مع بعض. صندوق الزماله. صندوق الزماله الله عليك. صندوق الزماله تلاقي الموظفين ايه؟ قعدوا مع شركه كذا اجتماع يا جماعه عايزين نعمل صندوق. زماله مثلا للعلاج او لجواز لو في موظف بيتجوز او ابنه بيتجوز او مثلا صندوق عاوز جمعيه. فبنشارك فيه كشركه وبنشارك فيه كايه؟ كموظفين. فصندوق الزماله دوت المفروض تعمل عليه رقابه لان كده مش فلوس الشركه صح ولا لا؟ ممكن الشركه تعمل فلوس تصرف. طب هي فلوس انت خسرتيها مننا. فبقى النهارده صندوق الزماله ليه مجلس اداره وليه ناس بتقرر ليه قصه لوحده كده؟ نفس الفكره يا جماعه بالظبط، نفس الفكره بالظبط بتاعت صندوق الزماله بس هنا الدوله بتحميها، المعايير بيقول لك حطها ووريها لي وقول لي عملتها ازاي وجت منين وديني تفاصيلها. هنتكلم عن المعايير ده بالتفصيل. ليميتيشن اوف انكم ستمنت، ايه يا جماعه محددات الانكم ستمنت؟ ايه الليميتيشن بتاعت الانكم ستمنت؟ انكم ستمنت داز اولويز شوينج اول ايتم اوف انكم اند اكسبنس. يعني بيقول لك ان القايمه ديت فيها حاجه اسمها الاصل كومبرنس انكم اللي انت حاططها هنا دي. قال لك دي برضه من ضمن الايه؟ انك لما رحبت النت انكم على الريفين ديرن ما خدتش في اعتبارك الاصل كومبرنس انكم. دي تعتبر من الليميتيشن مش من عيوبه. في فرق كبير جدا ما بين الليميتيشن والديس ادفانتج. الليميتيشن يعني محددات الايه؟ دي يعني حاجات خدها في الاعتبار بس وانت بتبص على الانكم ستمنت. ان الفاينانشال ستمنت بتريبورت الاكروال بيزس. بيقول لك برضه من الليميتيشن بتاعت الانكم ستمنت ان احنا بنسجل على اساس الاكروال بيزس. ايه موضوع الاكروال بيزس ده؟ اساس الاستحقاق. وبالتالي اساس الاستحقاق ده بيخليني اسجل ايرادات لمجرد انها استحقت ومصروفات لمجرد انها استحقت بصرف النظر الايرادات دي اتحصلت ولا لا وبصرف النظر المصروفات دي اتدفعت ولا لا. قال لك هو ده الصح فعلا احنا مش معترضين على المبدا ولكن ده عامل ليميتيشن على الانكم ستمنت ان النت انكم اللي جاي من الايرادات ديت اللي ممكن تتحصل او لا والمصروفات ديت اللي ممكن تدفع او لا برضه ما تقدرش تجزم ان ده انكم حقيقي داخل الشركه وبالتالي ده يعتبر من ايه؟ من الليميتيشن بتاعت الايه؟ الانكم ستمنت. برزنتيشن اوف انكم ريكواير استيميت اند مانجمنت جادجمنت. بيقول لك برضه من احد الليميتيشن المشهوره للانكم ستمنت ان فيها جادجمنت يعني حاجات حكميه او تقديريه او استيميشن صح؟ هو الاهلاك ده ما هو جادجمنت ما هو استيميشن. مين اللي قال لك ان العربيه هتعيش اربع سنين عشان تهلك على اربع سنين؟ ما ممكن تعيش خمسه او ثلاثه يبقى فيها استيميشن ولا لا؟ لما بنعمل باد ديتس اكسبنس مش دي استيميشن؟ الاحتياطي مش ده مش كل ده يا جماعه استيميشن؟ فبيقول لك ان الكوانت اللي في حد ذاتها او الانكم ستمنت في حد ذاتها بتخضع الى ايه؟ بتخضع الى الاستيميشن ديت وبالتالي برضه ما تقدرش يعني ما تقدرش تاكد ان النت انكم ده حقيقي لان العربيه اللي انت هتبنيها على اربع سنين دي ممكن تعيش ست سنين ممكن تعيش سنتين. يبقى الانكم ستمنت فيها تقدير وفيها جروب بتبقى بشكل ايه؟ تقدير. نيجي بقى للستيتمنت اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي تحت النت انكم دي اللي اسمها ايه؟ الكومبريهنسيف انكم او الاذر كومبريهنسيف انكم. ايه بقى قصه الاذر كومبريهنسيف انكم دي؟ اللي انت مش عايز ترحلها على الريتند ايرنين ورحلتها لوحدها على الاذر كومبريهنسيف انكم. قصتها ايه بقى؟ على فكره بنودها على سبيل الحصر بنودها على سبيل الحصر هندرسهم بند بند في السي ام اي. يعني احنا هنتكلم بس يعني البنشن ده في جزء في البنشن بيروح في الاذر كومبريهنسيف انكم. بس انا مش هقدر اشرح لك البنشن ده لان احنا ليها محاضره لوحدها. يبقى خلي بالك هندرس انفستمنت هتاخد بند منها. هندرس البنشن هتاخد بند منها وهكذا. يبقى البنود بتاعت الاذر كومبريهنسيف انكم هناخدها دلوقتي كبنود ولما نيجي ندرس البنود دي بالتفصيل هقول لك ده الجزء اللي بيروح على الاذر كومبريهنسيف انكم. يعني لما ندرس معيار الاستثمارات الانفستمنت هقول لك خلي بالك ده في جزء من الاستثمارات اللي بيروح فين؟ على الانكم ستيتمنت. لما ندرس معيار البنشن هقول لك تيك كير الجزء ده اللي بيروح على الاصل فانت هتفتكر معايا كل ما هناخد بند او الترانسليشن او الكلام ده كله كل ما هناخد بند هقول لك ده احد بنود الايه؟ الاذر كومبريهنسيف انكم. يبقى احنا قلنا ايه في المقدمه بتاعتنا على الاذر كومبريهنسيف انكم؟ قلنا انها بنود على سبيل الحصر.
يعني مش ايه يعني مش على سبيل المثال لا قابلت البلوتي لازم تحطها هنا تبقى اللي عندك. تعالوا نقرا نشوف هو كاتب لنا الكلام ده ازاي. كومبريهنسيف انكم انكلود اور تشينج ان ايكويتي اور بزنس ديورينج ذا بيريد اكسبت ذيس فروم انفستمنت اند باي اند ديستريبيوشن تو اون اتس كونسيست اوف ايه نت انكم اور لوس زائد الايه الاذر كومبريهنسيف. ايه بقى الاذر كومبريهنسيف انكم؟ سيرتن ايتم. شفت قال لك ايه؟ سيرتن ايتم يعني بعض البنود مش كل حاجه بعض البنود ار اكسكلود فروم كالكوليشن اوف نت انكم. اهو النت انكم ده يا جماعه شفتوا التعريف بيقول لك ايه؟ سيرتن ايتم بعض البنود اكسكلودد فروم كالكوليشن اوف نت انكم يعني ما بيخشوش معايا في الجزء ده بحطهم في بند لوحده سيبريت سيكشن اسمه ايه؟ الاذر كومبريهنسيف والاجمالي بتاعهم بيترحل في الاونرز ايكوتي على حاجه اسمها ايه؟ اكيوميليتد الاذر كومبريهنسيف. فاهمه؟ ايه هم بقى البنود دي؟ ايه هم البنود دي؟ واحد الافكتيف بورشن اوف جين اور لوس اون هيدجين الستور. حط تحت كلمه هيدجين. هيدج يا جماعه يعني ايه؟ سبب الترجمه بتاعتها ترجمتها يعني التغطيه بس هي القصه مش كده. هيدجين هندرس الهيدجين بالتفصيل واحنا بندرس الهيدجين بينشا عن الترانزاكشن بتاع الهيدجين دي او التغطيه دي جين اور لوس. الجين اور لوس ده لو انا حطيته في الانكم ستيتمنت الطبيعيه المساهمين هيعملوا لي ايه؟ ايديهم كده. فانا عايز ابعده عن ايديهم هو ده اللي في ايديهم ده اللي هم عايزينه. فانا عشان ابعده عن ايديهم بحطه برده من فوق احطه فين؟ تحت اي ربح او خساره جاي من الايه؟ من الهيدجين بحطه فين؟ كبند في الازر كومبريس يعني ايه برده الهيدجين؟ حلو قوي يعني ايه بقى الهيدجين؟ يتخطى يتخطى لا لا هقول لك انا يا جماعه دخلت في عقد مع الصين ان اشتري منهم قمح بعد ست شهور ب 50,000 دولار. اه يا جماعه وفروا لي بعد خمس ست شهور في التعاقد بيقول كده كونتراكت بينهم وبين الصين كونتراكت ايا كان بقى تنفيذه هيكون ازاي غالبا هيكون بين الصين بس مش هي دي اللي انا عايز اقوله. دخلت في كونتراكت مع الصين ان هم يورضوني بعد فتره معينه ست شهور قمح مقابل 50,000 دولار ده كونتراكت. طيب ايه الريسك اللي عليه في الكونتراكت ده؟ انهم يعوضوا الدولار مثلا او الدولار يعلى اجينست العمله المحليه بتاعتي. لو هي جنيه يبقى انا كده خسرت. لو هي الريال السعودي يبقى انا خسرت. لو هي الاماراتي لو هي الدرهم اي حاجه يبقى انا كل اللي خايف منه ان الدولار سعره يتغير قدام العمله المحليه. لو قلنا مثلا في مصر الدولار كان بكام؟ هنقول 10 جنيه ناخد رقم ثابت يعني بصرف النظر عن الكيلو. لو الدولار ب 10 جنيه 50,000 دولار يعملوا معايا كام بالمصري؟ 500,000 صح؟ 50,000 دولار لو ب 10 جنيه يعملوا 500,000. طب دلوقتي لو الدولار وصل ل 20 يبقى 500,000 دولار بقوا كام؟ يعني شركه كانت متخيله انها هتشتري القمح ده بنص مليون فجاه كده بقى مليون. يبقى ده ريسك ولا لا؟ يبقى لو الشركه دخلت في تعاقد وهي عايزه بعد ست شهور تطلع بس نص مليون فتتجنب المخاطر تغير العمله تدخل في ترانزاكشن ثانيه تهج بيها الترانزاكشن دي تعمل تغطيه على الترانزاكشن دي. فلو خسر الدولار في الترانزاكشن دي تكسب هي من الترانزاكشن الثانيه وبالتالي يبقى عندها لا جيم ولا نص او تقلل النص قدر الامكان. هندرس دي بالتفصيل بس انا بقولها لك لاغراض الجمله اللي قراناها مش هديك عنها اكتر من كده. يبقى الهيدجنج هو كونتراكت ثاني انت دخلت عملت ديل مع بنك تاني يوفر لك الدولارات دي بالسعر ده. يعني ايه يا جماعه برضه هتقلل عشان ايه تفهمها اكتر. رحت البنك تاني خالص قلت له بص يا بنك انا عامل تعاقد ان انا احول 50,000 دولار للصين بعد ست شهور. انا بعمل معاه تعاقد النهارده ممكن تعمل معايا عقد النهارده انك بعد ست شهور توفر لي دولار ب 10 جنيه؟ يبقى انا عملت ده هو سعر النهارده فالبنك هيقول ايه؟ تعالى بس هاخد منك فلوس خد الفلوس انت عايزها. دي اسمها هيدج. هيدج دي بعملها ايه؟ عشان اعمل افويد للريسك. الريسك ده ممكن يكون في الفير ماركت فاليو ممكن يكون في الكرنسي ريسك على حسب الريسك زي ما هندرسها بالتفصيل هناخد الكلام ده بالتفصيل. فعملت تعاقد مع بنك تاني نتيجه ان انا اديته فلوس فيز انه يوفر لي بعد ست شهور 50,000 دولار بالريت ده ب 10 دولار. ب 10 جنيه لكل دولار.
طيب لو الدولار وصل 20 هخسر وانا بسدد هنا وهكسب من البنك ده لان هو مجبر طبقا للتعاقد اللي بيني وبينه ان هو يديني ايه دولار ب10 ان شاء الله يكون ب20 او ب50 من الشغل يبقى ده عمل معايا جين وده عمل معايا نص الجين تو اوفسيت النص فده اسمه هيدجينج عشان كده الجين والنص بتاع الهيدجينج ده بيكون مؤقت ما ينفعش اعمل جين فيزود الربح عندي في 500 جنيه الدين او اعمل نص وهي جين او نص تقديريه لسه ما بقتش حقيقيه طب هقول لك على حاجه هسهلها لك لو المثال ده صعب عليك شويه هسهل لك انت عملت رحت عملت تامين على العربيه بتاعتك ضد السرقه او ضد الحوادث تامين الحوادث ده هيدج انا باكسبكت فيوتشر لوس انا خايف العربيه تتخبط مني فرحت رايح عامل دافع فلوس لشركه تامين سنويه عشان اامن على العربيه ضد ايه يبقى الفلوس دي حمتني من ايه من المخاطر ما العربيه لو عملت حادثه هدفع انا فلوس كتير فرحت عامل هيدج للمخاطر دي رحت رايح لشركه تامين عملت معاها كونتراكت ان العربيه دي لو اتخبطت انت تصلحها لي من غير ما ادفع حاجه صح كده ولا لا واضحه كده او كده ده انسان ابسط شويه صح يبقى ده هيدج طيب انا كل اللي عايز اتعرض دلوقتي لاغراض المحاضره دي لغايه ما تيجي الهيدج بالتفصيل هناخدها بالترانزاكشن بالكود كله عندنا يا جماعه الهيدج اللي هناخدها بالتفصيل كل اللي عايز تعرفه ان الجين والنص فروم هيدج ترانزاكشن بيروح فين في الاذر كومبلكس البند الثاني اسمه ايه Unrealized holding gain or loss due to change in fair market value of حط خط تحت كلمة available for sale security available for sale security هندرس يا جماعة available for sale security في اليونت اللي جاي واحنا بندرس الايه؟ الانفستمنت هناخد معيار الاستثمار مش في يا جماعة معرفة المحاسبة اسمه معيار الاستثمار انفستمنت لما هندرس مع بعض في اليونت اللي جاي معيار الاستثمارات هنشوف ايه هي available for sale security هديكوا برضه عملنا نبذه زي ما عملت في البنش وزي ما عملت في الهيدج. اي استثمارات عندك الشركه يا جماعه لو عملت استثمارات لازم تعمل بيها ديسكلوجر وايضاح تقول ايه هي انواع الاستثمارات دي وقصتها ايه وتقول لنا بقى زي ما هناخد كده في الانفستمنت تفاصيل عنها. وفي ولازم تعمل الكلاسيفيكيشن دي لان كل البند فيهم ليه معالجه محاسبيه مختلفه عنها. طيب اي استثمارات عندك لازم تقسمهم ثلاث تقسيمات. افيلابل فور سيل سكيورتي يعني استثمارات بغرض البيع تريدنج سكيورتي استثمارات بغرض المتاجره هيلد تو ماتيوريتي سكيورتي بغرض الايه؟ ان انا انتظر هيلد تو ماتيوريتي ديت اللي هو تاريخ الاستحقاق يعني معايا مثلا سند لقناه السويس مثلا امتى طبقا للسند ده هاخد فلوس بعد 5 سنين خلاص يبقى انا منتظر 5 سنين هقعد اخد انترست بعد 5 سنين هاخد فلوس دي اسمها هيلد تو ماتيوريتي يبقى انت استثماراتك اي شركه بتدخل في استثمارات زي ما هناخد ده بالتفصيل الاستثمارات دي لازم تعمل كلاسيفيكيشن على ثلاث حاجات يا اما واحد افيلبل فور سيل يا اما تريدنج يا اما هيد تو ماتيريالز ليه لازم اعمل الكلاسيفيكيشن دي؟ عشان كل واحد فيهم ليه معالجه محاسبيه وقيود تختلف عن النوع الثاني طب هنا البند ده بيقول لي ايه؟ ان الافيلبل فور سيل سكيورتي ديت اي انريلايزد هولدنج جين او نص منها تتحط هنا اعرفوها كده على قد الحته دي لغايه ما ناخد الايه؟ الاستثمارات بالتفصيل واضحه يا شباب؟ يبقى حط لي خط تحت كلمه available for sale security gain or loss قال لك برضه translation gain or loss from for financial statement for foreign operation يعني حضرتك ايه؟ القوائم الماليه بتاعتك بالجنيه المصري او بالريال السعودي او باي عمله وعايزين نعمل translation حط خط تحت كلمه translation يعني ايه translation؟ هترجمها الى عمله اخرى حضرتك انا بشتغل في شركه المقر الرئيسي بتاعها في الصين يبقى لازم اترجم القوائم الماليه بتاعت الشركه ديت مش بعمله المحليه بتاعت الدوله بعد ما تخلص العمله المحليه وتدفع ضرائب وخلصنا كل حاجه لازم تبعتوا لهم حاجه يفهموها فبالعمله بتاعتهم عشان الكونسلديشن بتاعتهم. انا المقر الرئيسي لشركتي في امريكا فبعد ما خلصت العمله بالجنيه المصري لازم اعمل ترانزليشن بعد ما خلصت القوائم الماليه بالجنيه المصري لازم اعمل ترانزليشن للقوائم الماليه دي بالايه؟ بالدولار عشان ابعت لهم فالترانزليشن ديت هتطلع فيها جين ونص اكيد. صح ولا لا؟ مثلا يا جماعه عايزين مثال هي الايرادات دي عن كام؟ عن سنه صح؟ طب هو انا هترجمها دلوقتي الى الدولار طيب انا محتاج ارجع لكل ترانزاكشن يعني الترانزاكشن بتاعت يناير كان الدولار مختلف في 1 يناير عن 5 يناير عن 8 وانا هقعد اجل في كل الاحوال في كل الاحوال هتعمل ترانزليشن لازم هيبقى عند جيم صح ولا لا؟
لان حتى في معايير ومحددات للترانسليشن، يعني ما تعملش كده. احنا بنقول لك ايه تعمله افريج، وايه تعمله بالرصيد، وايه تعمله في البالانس. يعني فرور العمله ترانسليشن غير فرور العمله. ترانسليشن فرور العمله ديت لما تعمل ترانزاكشن، يعني ايه؟ اشتريت منك النهارده بضاعه بعمله بقدريه، وجيت اسدد لك العمله اتغيرت، فبقت كوميت عندك دلوقتي غير اللي انا مسجله بالنسبه للعمله بتاعتي. هندرسها بس في بارت 2، هندرس الكلام ده بالتفصيل في بارت 2. طب انا مش بارت 1. هو ممكن يغيرها بالعمله بتاعته. ممكن يبقى في تغيير سعر العمله. ما هو ده الجيم ونص، هو ده الكرنسي. تغيير ونص طبيعي. لكن غير الترانسليشن. احنا بنتكلم عن الترانسليشن دلوقتي. اللي هو ترجمه كل القوى الماليه الى عمله ثانيه. ده هيعمل فوق اكيد. جيم ونص. قال لك حطها ازر كومبريهنسيف انكم. يبقى احنا كده حطينا خط يا جماعه تحت ثلاث فريمز. عشان قلنا على سبيل الحصر. اول حاجه قلنا عليها الايه؟ الهيدجين. تاني حاجه افيلابل فور سيل سكيورتي. تالت حاجه ترانسليشن. اتفقنا؟ رابع حاجه واخر حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها بوست ريتايرمنت بلان. يعني ايه يا جماعه بوست ريتايرمنت؟ اخر كلمه حط خط تحت كلمه بوست ريتايرمنت بلان. مكافئات يا جماعه ايه؟ نهايه الخدمه. بوست ريتايرمنت يعني مكافئات نهايه الخدمه. مش انت النهارده الموظف لما بيطلع، الموظف لما بيطلع من الشركه بعد ما بيقعد كذا سنه بيديله مكافاه نهايه الخدمه؟ طيب اسجل، الله ينور عليك، اسجل مكافاه نهايه الخدمه ديت ساعه ما يطلع ولا اقعد احوش من دلوقتي؟ لا طبعا. ولازم توزع وتعمل اكسبكتيشن للمكافاه ديت، وتقعد كل سنه تسجل جزء منها عشان تبص تسجل ما يخص السنه في سنتها. صح ولا لا؟ صح كده ولا لا؟ يبقى انت النهارده الكلام ده هينتج عنه، ممكن هينتج عنه جيت ونص، ممكن تفتح حساب مخصص في البنك للقصه ديت، والحساب ده يجيب عائد جين او يعمل لص تخش فيها في البيزنس والبيزنس يخسر مثلا. اي جين او لص من القصه ديت تتحط فين؟ في الازر كومبرهنسيف. يبقى قصه الازر كومبرهنسيف فيكم هم اربع حاجات على سبيل الحصر. اربع حاجات على سبيل الايه؟ الحصر. مين يقولهم بقى؟ الهيدجن ايوه على سبيل الحصر. يعني ايه؟ يعني مفيش هزار، لقيتهم بيتحطوا تحت خلاص. وطبقا للمعايير الحديثه الكلام ده طبعا مع شويه تعديلات بسيطه يطلع. All items of comprehensive income are recognized for the period in either. طيب يا جماعه الاثر comprehensive income دي معايا يا شباب؟ الاثر comprehensive income دي اخليها تحت النيت انكم الطبيعيه ولا اعمل لها قائمه لوحدها؟ مش فارقه معايا. يا تعملها في وان ستيتمنت يعني تحت النيت انكم تعمل اذر كومبرنسيف انكم، يا تعملها في قائمه ثانيه لوحدها. بس هتبدا القائمه الثانيه من ايه؟ بالنيت انكم. يعني تقول النيت انكم اللي في الصفحه اللي فاتت دي تحتيه اذر كومبرنسيف انكم، واضحه؟ فده شكل القائمه. بصوا كده يا جماعه على المثال اللي حطيته في الكتاب صفحه 16 سوري 18. صفحه 18 ده مثال لايه؟ الاذر كومبرهنسيف انكم. بيقول لك وان كونتينوس فروم فاينانشال ستيتمنت، يعني تعمل فاينانشال ستيتمنت واحده او تو سيبريت فاينانشال ستيتمنت. تعمل واحده تنتهي بالنيت انكم والثانيه ايه؟ تبدا بالنيت انكم وتنتهي وتحط فيها الاذر كومبرهنسيف. ده شكل يا جماعه الاذر كومبرهنسيف. شفت القائمه عامله ازاي؟ بدات ايه بالنيت انكم؟ فيها الايه؟ اذر كومبرهنسيف انكم لوس اون ديفاين بينفيت بوست ريتايرمنت بلان. ادي بوست ريتايرمنت بلان تحت تحتها خالص بكام؟ ب 15000 جين فروم فورين كرنسي ترانسليشن. يبقى 6000 ده جين فروم افيلبل فور سيل سكيورتي. جزء خاص بالهيدج ده هو 3000 جمعناهم دول سميناهم ايه؟ طلعوا كلهم مع بعض كده ماينس 8 يعني صافي الربح اللي عندي 70. لا ده هو 70 ده طلع 62. دي اسمها يا جماعه قايمه الدخل الشامله. تمام؟ واضحه يا شباب؟ حد عنده اي سؤال؟ تاخدوا بريك شكلكم مش عايزين بريك. طب نكمل؟ في واحد طلع بره ما جاش. في واحد طلع ما جاش. خلاص يا جماعه خدوا بريك وناخد بقى بريك.